السلام عليكم، ازيكم؟ شباب كل سنة طيبين ورمضان كريم عليكم، وان شاء الله ربنا يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال ويخرجنا من الوباء ده على خير في رمضان باذن الله. ان شاء الله باذن الله هنشوف مع بعض النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها البويلنج اند كوندنسيشن. هنحاول نخلي يعني عشان رمضان محاضرات قصيره شويه، يعني هناخد حاجه بدل ما ندي كم كتير يعني. فاحنا هنتطرق النهارده لايه هنتطرق للبويلنج اند كوندنسيشن. طيب البويلنج اند كوندنسيشن يا جماعه، قال لك بص، في حاجات كده حضرتك لازم تعرفها، لازم تعرف الفرق بين الايفابوريشن والبويلنج. خلاص، هو في فرق ما بينهم؟ في فرق ما بين البويلنج والايفابوريشن. ايه الفرق بين البويلنج والايفابوريشن؟ بص يا جماعه كده، قال لي الايفابوريشن ده بيحصل على سطح الليكويد فيبر. يعني مثلا عندك كوبايه ميه، خلاص دي كوباية مية كده، انت سايبها هتيجي تلاقيها ناقصة، فبقول لك انا حصل ايفابوريشن للمية. يعني دي كلمة ايفابوريشن، بين سطح الفيبر، خلاص هنا ده ليكويد وده فيبر، اللي هو فيبر المية بقى بيطلع هنا. فهنا العملية النقص اللي بيحصل في المية نتيجة المية اتبخرت، ده بنسميه ايه يا جماعة؟ ايفابوريشن. تمام. طيب انما البويلنج، لا، البويلنج بيقول لك بيحصل بين، بص كده يا جماعه، عند السوليد ليكويد انترفيس. يعني لازم يكون في ايه يا شباب؟ لازم يكون عندي سطح سوليد، يعني مثلا هنا ميه او ليكويد، وانت بتدي حراره هنا كده، خلاص الميه دي بيحصل لها بتغلي وبعد كده تطلع فيبر، ده اسمه ايه بقى يا جماعه؟ بويلنج. يبقى اللي بيحصل عند الحته اللي تحت ده كده يا جماعه اسمه بويلنج. خلاص، ان الحرارة بتسخن السطح ده كده، فالسطح ده يسخن المية فتتحول لفيبر، ده اسمه ايه يا جماعة؟ بويلنج. لكن انت هنا المية يعني شوية منهم اتبخروا خلاص او بقوا فيبر، ده اسمه ايه يا جماعة؟ ايفابوريشن. خلاص، يبقى ده كده الفرق بين ايه؟ البويلنج والايفابوريشن. طبعا هنا بيحصل البويلنج لما بنوصل ايه يا جماعة؟ للساتوريشن تمبرتشر. لما اوصل مثلا، لو احنا بنتكلم عن دوران اتموسفير، يبقى لما اوصل ايه يا جماعة؟ ل 100 سلسيوس. تمام. طيب ده كده اول حاجه في الايه، في الفرق ما بين الايفابوريشن والبويلنج. فلكن الكلام اللي احنا بنقوله هنا بالظبط يا جماعه، ان البويلنج بيحصل عند السوليد ليكويد انترفيس، خلاص، وبيحصل لما درجه الحراره تزيد تبقى اعلى من ايه يا جماعه؟ من الساتوريشن تمبرتشر. زي ما احنا شايفين اهو، بتسخن الميه، لو وصلت ل 100 سيلسيوس او اعلى هيحصل عمليه ايه يا جماعه؟ البويلنج. هناخد احنا بقى البويلنج دي ونتكلم عليها. خلاص، هناخد عمليه البويلنج دي ونتكلم عليه. قال لك البويلنج دي بقى يا جماعه بتتقسم لحاجتين، حاجه اسمها بول بويلنج وحاجه اسمها فلو بويلنج. ايه البول بويلنج وايه الفلو بويلنج دي يا جماعه؟ البول بويلنج دي اللي هو المثال العادي عندك، يعني اقرب مثال ليه يا جماعه؟ براد الشاي، خلاص، او حله فيها ميه بتغلي على النار، دي كده اللي هي البول بويلنج. خلاص، يعني مجرد عندك بس اناء زي ده كده او فيزل زي ده كده والميه موجوده فيه وبيحصل هيتنج. اللي نقصده ايه هنا يا جماعه؟ اللي نقصده هنا ان مفيش فورسد، خلاص مفيش فورسد فلوينج للفلو بتاعي. خلاص، يعني هنا كمية المية موجودة، مفيش بقى بمب عمالة تاخدها وتدفعها، أو المية داخلة بتعدي على الحلة دي وتسخن، لا، هي موجودة المية إيه يا جماعة؟ في الحلة ذات نفسها، أو موجودة في الإيه؟ في الفيزل ذات نفسه، أو في البويلر ذات نفسها. لكن هنا بص بقى، الفلو بويلنج ده يا جماعة، الفلو بويلنج لو أنت مثلا زي البويلرز، خلاص، البويلرز أنت بتدخل مية ليكويد تسخن، خلاص، طبعا بيبقى فيه تعمل عملية هيتنج عشان المية الليكويد دي تتحول لإيه يا جماعة؟ لستيم أو لفيبر. خلاص، طبعا دي بص الميه في فلو، يبقى دي عشان كده سميناها ايه يا جماعه؟ فلو بويلنج. لكن هنا مفيش فلو، عشان كده دي سميناها ايه يا جماعه؟ بول بويلنج. خلاص، يبقى ده كده الفرق بين البول بويلنج والايه والفلو بويلنج. تعال نقراها كده برضه ونوضحه مع بعض. بيقول لي بويلنج is called بول بويلنج in the absence of bulk fluid absence of bulk fluid flow. مفيش bulk fluid flow، مفيش فلو، خلاص، لكن هنا هنسميها فلو بويلنج. خلاص، لو ايه يا جماعه؟ in the presence of bulk fluid flow، اهو الفلويد في بالك من الفلو بيحصل لها فلو، الفلو ماشي اهو، خلاص كده. طيب هنا يا جماعه خد بالك من حاجه، طبعا بيقول لي ان فلو بويلنج ذا فلويد از فورس تو موف. طبعا هنا في بيبقى في ايه؟ البامب دي بتدفع ازاي؟ الفلو بيدفع ازاي؟ من خلال بامب، خلاص، بيدفع الفلويد هنا، يبقى هنا في فورس ده، عشان كده يعني حتى بيبقى في فورس كونفكشن، خلاص، يعني الميه ماشيه غصب عنها، لكن هنا هي موجوده براحتها، فده اللي بنسميه فورس، يعني الميه بتدفعها من خلال بامب، فهنا في فورس كونفكشن، خلاص، او في فورسد موفمنت للفلو بتاعك. فبيقول لي ان فلو بويلنج ذا فلويد از فورسد تو موف ان هيتد بايب. الفلويد بيبقى فورسد او بيجبر ان هو يمر ايه يا جماعه؟ خلال الهيتد بايب. وخلي بالك من حاجه، بص التسخين يا جماعه جاي من الجناب اهو، التسخين جاي من الجناب من هنا، صح كده؟ يبقى هيسخن السوليد ده، والسوليد هيسخن لك ايه يا جماعه؟ الايه؟ الفلويد اللي هنا،
خلاص، او المايه اللي هنا او الليكويد اللي هنا، يبقى دي اسمها بويلنج خلاص اهو، لان دي مش ايفابوريشن بقى، انت عرفت بقى خلاص دي اسمها بويلنج، لان الايفابوريشن اهو دي كده اسمها بويلنج، طالما بين ايه بيتم على السوليد ليكويد انترفيس، لكن على الليكويد فيبر انترفيس لا بيبقى اسمها ايه يا جماعه؟ ايفابوريشن خلاص. طيب نرجع تاني هنا، فهنا اللي بيحصل الفلويد از فورسد ان هو يمشي خلال البايب دي، هو بيتسخن وبيتحول لفيبر، يبقى دي كده اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها بويلنج واسمها فلو بويلنج، يعني الاسم يعني هي ده نوع من البويلنج اللي احنا بنسميه يا جماعه الفلو بويلنج. يبقى بيقول لي ان فلو بويلنج ذا فلويد از فورسد تو موف ان هيتد بايب اور اوفر ا سيرفيس باي اكسترنال مينز اوف ا بامب، يعني بتدفعه بايه هنا يا جماعه؟ ببامب. لكن هنا الفلويد او الليكويد بتاعك هنا بيتحرك ازاي بقى يا جماعه؟ قال لك بيتحرك، بص كده يا جماعه، اني موشن اوف ذا فلويد از ديو تو ناتشرال كونفكشن كارنتس and the motion of bubbles under the influence of buoyancy. ايوه ايه الكلام ده بقى اللي نقصده هنا يا جماعه؟ بص كده، كان في حاجه بقولها لك زمان، يعني ادي الـ ادي الفيزل اهو بتاعي، وفي هيتنج بيتم من هنا خلاص، ادي في هيتنج بيتم هنا كده. طب وهنا في الفلو بتاعك او الليكويد بتاعك صح؟ طيب بص بقى اللي هيحصل دلوقتي، انت السطح ده بيسخن يا جماعه صح، فالفلويد اللي منامس ليه هو كمان بيسخن، والحاجة لما بتسخن يا جماعة كثافتها بيحصل لها ايه بالظبط؟ بتقل الكثافة بتاعتها، بتقل صح كده. طب الحاجة لما كثافتها تقل يا شباب تبقى خفيفة ولا تقيلة؟ تبقى خفيفة. فالخفيفة يا جماعة عايز يقعد تحت ولا عايز يطلع فوق؟ لا ده عايز يطلع فوق صح كده. فبتلاقي الفلويد اللي هو اللي منامس للهيتنج سيرفيس ده يا جماعة طلع فوق، طب هيسيب مكانه فاضي؟ لا، ما هو بيجي مكانه بقى الفلويد اللي الدنسيتي بتاعته ايه يا جماعة؟ كبيرة خلاص كده. يحصل له ايه لما ينزل تحت يا جماعة؟ يسخن. لما ينزل تحت هيسخن خلاص. طب بعد ما يسخن كثافته هتقل، يطلع فوق ويجيب بداله مدى تاني من الفلويد اللي هو ايه؟ التقيل، الدنس بتاعته قليلة، وهكذا. ده اللي بيسموه يا جماعة البالك فلويد موشن هنا اندر ناتشرال كونفكشن خلاص كده. ده شغال under natural convection due to ال density gradient، نتيجة اختلاف ايه يا جماعة؟ ال density. فهنا بيقول لي اهو any motion of fluid of the fluid is due to normal او natural convection current، نتيجة التيارات ايه؟ ال natural convection. يعني هنا مفيش، خلي بالك مفيش بمب بتدفعه هنا ولا حاجة، عكس هنا بمب عمالة تدخله وتوديه وتجيبه وهكذا، في ممكن يكون في circulation خلاص، لكن هنا لا خلاص كده. هنا مجرد بس بيحصل ايه يا جماعة؟ مجرد ان هنا طبقه الفلويد اللي ملامسه للهيتنج سيرفيس ده بتسخن، كثافتها تقل، تطلع فوق، وهكذا. مفيش اي حاجه، مفيش بامب ولا حاجه بتاخد الفلويد بتاعي من هنا لهنا، لكن هنا اه البامب بتزقه من هنا لهنا، في فورس كونفكشن هنا او في فورس فلوينج هنا، لكن هنا الفلو كله ديو تو ايه يا جماعه؟ الناتشرال كونفكشن كارنتس. طب ايه الموشن اوف بابلز دي؟ ما انت معلش ما تاخدنيش في دوكا، تقوليش اللي هي الجزء الاولاني بس وتسيب لي الجزء الثاني. ايه الموشن اوف بابلز under influence of buoyancy دي؟ تعالى نشوف بقى كده مع بعض. طيب احنا هنا يا جماعه اللي هنتكلم عليه او هناخد بقى زي ما شفنا evaporation و boiling، مسكنا في مين يا جماعه؟ في البويلنج. هنا بول بويلنج وفلو بويلنج، لا احنا هنمسك في البول بويلنج وايه ونتطرق ليها بقى شويه، هتبقى ايه موضوع كلامنا. طب كويس قوي، ده كده منحنى البول بويلنج خلاص، هنكبره كده مع بعض عشان ايه نعرف نشرح عليه كويس. طيب ده البول بويلنج خلاص، ده كده البول بويلنج. لو بصينا هنا يا جماعة هتلاقي بص درجات الحرارة تحت 1 5 10 30، ايه ده يا عم؟ هي دي درجات الحرارة، دي الدلتا تي يا جماعة، دي الدلتا تي، بيقول لك ان هي عبارة عن تي تي سيرفيس ناقص تي ساتوريشن خلاص. طيب فهنا والله اللي هي لو درجة حرارة السيرفيس ده دي بواحد، يعني الدلتا تي بواحد يا جماعة، يعني مثلا المية بتغلي عند 100، فدرجة الحرارة هنا 101، طول ما انت ماشي بقى 102 103 104 لحد ما نوصل ايه يا جماعة؟ 105. اوكي هنا بقى من ايه؟ يعني دلتا تي من 5 ل 10، يعني من 105 ل 110، هنا من 110 ل 130، وهكذا بقى ايه طول ما انت ماشي. لاحظ حاجة بقى، ركز بقى كده معايا. طبعا احنا قلنا دي ايه؟ الدلتا تي قصاد الكيو بوينت، الحرارة اللي بتاخدها ايه؟ اللي بياخدها الفلويد. طيب ركز بقى هنا معايا، في كيرف كده متقسم مناطق، زي ما حضرتك شايف كده الكيرف بتاعنا ده كده متقسم مناطق. أول منطقة عندنا يا جماعة اسمها الناتشرال كونفكشن بويلنج. في مرحلة الناتشرال كونفكشن بويلنج دي خلي بالك بص لسه مفيش بابلز بتتكون، مجرد بس الايه التيارات اللي هي بتاعت الناتشرال كونفكشن عمالة تتم، يعني ده سخن عمال بقى يطلع يجيب فوق عشان كله يبقى ايه يا جماعة؟ كله يبقى 100. يعني بص يعني درجة حرارة السيرفس مثلا 103،
خلاص ده يعني الدلتا تي اللي هنا دي يا جماعه اللي هي درجه حراره السيرفس درجه حراره الايه التي ساتوريشن خلاص. طيب فهنا بص يعني كان هنا دي مثلا 101 او 102 ودي لسه 100، فهو ها دي كان عمال يحصل الايه تيارات الناتشرال كونفكشن خلاص لحد ما نوصل مثلا درجه حراره 103 ولا حاجه، او هنا قايل لك يعني دي تستمر لحد درجه حراره 105، يعني لحد ما نوصل درجه حراره 105 يا جماعه مفيش بابلز بتتكون، مجرد بس عمليه ايه تسخين وكل وبيحصل ايه التيارات الناتشرال كونفكشن عشان كل الفلويد اللي هنا خلاص تبقى درجه حرارته ايه توصل لايه ل 100 سلسيوس خلاص كده. يعني القصد من هنا يا جماعه انت دلوقتي يعني لو ده الرقم ده واحد يعني معاك تي سيرفس 100 بواحد ب 100 بواحد 101 هنا 105 يا جماعه، يعني التي سيرفس هنا وصلت 105 خلاص. التي سيرفس وصلت 105 خلي بالك لسه درجه الحراره جوه كام يا جماعه 100، يعني ركز معايا تاني بصوا اللي بيحصل هنا يا جماعه، ادي الباند بتاعتي اهي او الفيزل بتاعه اهو خلاص. طيب هنا درجة الحرارة جوه خلي بالك انت المية وصلت 100، فاكرين يا جماعة كان بيقول لك ايه ان درجة الحرارة لما توصل 100 خلاص، يعني بص كده لو نتكلم هنا انت هنا خلي بالك درجة الحرارة لما بتوصل 100 لو فاكر الكيرف ده كده انت هنا بتتكلم وصلت الساتوريشن تمبرتشر اللي هي 100 سيلسيوس، فبيتحول عندك بقى الفلويد او بتحول ميه يعني خلينا مسمنا على الميه مثلا، فبيتحول عندك الميه من ساتوريتد ليكويد لساتوريتد ايه يا جماعه فيبر ات كونستانت تمبرتشر خلاص، او بيتحول ات ايه ات كونستانت تمبرتشر من ساتوريتد ليكويد يعني ده كده كان بيبقى ساتوريتد ليكويد لساتوريتد فيبر خلاص. طيب فهنا بيتحول لو حضرتك خدت بالك كده بيتحول عند درجه حراره ثابته اللي هي كام يا جماعه 100، يعني طول ما انت بتديله حراره بس هو ايه اللي بيحصل يا جماعه هي درجه حرارته ثابته خلاص التمبرتشر ثابته عندك بتديله هيت ليه عشان هو بيتحول من ليكويد ليه يا جماعه لفيبر خلاص. طب ايه اللي بيحصل بقى ايه اللي مسبب درجه الحراره دي؟ قال لك ما انت حضرتك عارف ان الليكويد الموليكيولز بتاعته يا جماعه بتبقى ايه قريبه من بعض صح كده، دي الموليكيولز بتاعه الليكويد، فالحرارة اللي بتاخدها زيادة دي ما بتزودش التمبرتشر بتروح في حتة تانية كده، عارف بتروح فيها يا جماعة؟ تروح إن هي تبعد جزيئات الليكويد عن بعض وبالتالي تحوله من ليكويد ليه يا جماعة؟ لفيبر، فبالتالي التمبرتشر بتفضل ثابتة خلاص. فنرجع تاني لكلامنا هنا بقى، يعني لو رجعنا تاني لكلامنا هنا السيرفس درجة حرارته 100 101 102 103 104 105 لكن درجة الحرارة جوه ما زالت كام يا جماعة؟ 100 خلاص كده، يبقى درجة الحرارة جوه بتبقى كام يا جماعة؟ 100، وطبعا الفلويد عمال ياخد هيت اهو، يعني لو بصيت هنا الهيت اللي بياخدها الفلويد عمالة تزيد خلاص، يبقى هنا في انتقال حرارة اه تمام. طب دي ثابتة ليه؟ ما خلي بالك بقى هو بياخد الهيت كل ما ياخد هيت اكتر خلاص كل ما يعني يجيب بقى يقدر اللي ده يترفع فوق ويجي بداله فلويد تاني من السائع اللي فوق ده او الدنسيتي بتاعته قليله لسه، كل ما ياخد هيت اكتر كل ما هيقدر يطلع لك الهيت اكنها بتسخن الفلويد وتقلل كثافته وبالتالي يطلع فوق عشان يقدر يزق لك البتاع الليكويد اللي هنا ده لتحت وهكذا، يعني الهيت ما بتضيعش الهيت بتيجي اهي في التسخين والتقليب لحد ما كله يسخن. حلو قوي كله سخن بس خلي بالك ما زالت درجة الحرارة، بص يا جماعة لو بصيتوا هنا وهنا 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 على درجة حرارة الفلويد اللي جوه هنلاقيها 100 ثابتة مش بتتغير ليه؟ لأن هو بيتحول من إيه يا جماعة؟ من ليكويد فيبر، بيتحول من ليكويد فيبر أت كونستانت تمبرتش لحد بقى عارف إمتى؟ لحد ما كل الليكويد اللي هنا ده يتحول لفيبر، بعد كده تبدأ بقى أي تسخين هيزود إيه درجة الحرارة خلاص، يعني هنا لحد ما يتحول فيبر ولا يعني بص يعني هنا ده كله ليكويد هنا بدأ يتكون فيبر بدأ يتكون فيبر بدأ يتكون فيبر بدأ يتكون فيبر مفيش أي مشكلة خالص، درجة الحرارة ثابتة عند كام يا جماعة؟ 100. لو كله بقى تحول فيبر لو كله تحول فيبر أي زيادة في التمبرتشر بقى يا جماعة هتخليهولك بدل ما هو هنا ساتوريتد هتخليه يطلع في المنطقة دي، والمنطقة دي كده اللي احنا بنسميها منطقة إيه يا جماعة؟ السوبر هيتد خلاص كده شباب، دي كده منطقة السوبر هيتد. يبقى اللي بيحصل هنا خلاص ان درجه حراره الفلويد ثابته عند 100، التغيير في درجه حراره السيرفس دي ده كده اللي هو 180 110 103 100 400 نتيجه التسخين ايه الهيتنج اللي بيحصل تحت السيرفس خلاص. يبقى اللي بيحصل هنا تاني الدلتا تي دي خلاص اللي هي درجه حراره السيرفس ناقص التي ساتوريشن خلاص، ان هي درجه حراره السيرفس ده اعلى من التي ساتوريشن بمقدار من 1 ل 5 في المنطقه دي وبمقدار من 5 ل 10 في المنطقه دي وهكذا
خلاص كده تمام. طيب لكن الفلويد درجة حرارته ثابتة عند كام يا جماعة؟ عند تي ساتوريشن. حلو أوي. فهنا البان كانت موجودة فيها المية، طبعا ده عمال يسخن والمية عمالة تسخن، خلاص وصلت درجة حرارة السيرفس ده ل 100 سيلسيوس، وبدأنا تزيد بقت 101 102، بقت المية اللي هنا يحصل تغيرات ايه يا جماعة؟ الناتشرال كونفكشن، واللي تحت الخفيف ده يطلع فوق ويجي بداله اللي هو الدنستي بتاعته أكبر ينزل، وهكذا تغيرات الناتشرال كونفكشن. طيب كله سخن يا باشا، كل يعني كل المية اللي هنا بقى خلاص وصلت درجة حرارتها ان هي ايه؟ 100 وإز أباوت تو فابورايز بقى. بنبدأ نخش دي كده مرحلة ايه يا جماعة؟ بص كده من اسمها حتى الناتشرال كونفكشن بويلنج، يعني هنا بس في ايه؟ تيارات الناتشرال كونفكشن. خلاص طيب هنخش على مرحلة تانية بقى اسمها النيوكليت بويلنج. ايه مرحلة النيوكليت بويلنج؟ بيقول لك مرحلة النيوكليت بويلنج دي تبقى درجة حرارة السيرفس ده من 5 ل 30، خلاص يعني من 105 ل 130 يعتبر، او حسب بقى درجة حرارة الغليان كام، على حسب البريشر طبعا. خلاص طيب فاحنا مثبتين البريشر وان اتموسفير، يعني فدي كده يعني من 105 لايه يا جماعه؟ ل 130. ان دي بيسموا المنطقه دي كده يا جماعه، دي كده المنطقه دي كده بيسموها النيوكليت بويلنج. النيوكليت بويلنج دي هوضح لك دلوقتي. خلاص في النيوكليت بويلنج ايه اللي بيبدا يحصل يا جماعه؟ ملاحظ كده حضرتك بقى ان ايه؟ بدات فيه بابلز تتكون. خلاص بدا هنا عندي فيه بابلز تتكون. هو ايه اللي بيحصل بقى؟ ركز بقى كده معايا، تعالى نوضحها كده ايه بايدينا احسن يعني. ركز بقى كده معايا، انا رسمت رسمتين هنا يا جماعه اهم. بصوا بقى يا شباب، هنا هتبدا بقى ايه؟ البابل تتكون. خلاص بقى انت كله سخن وكله مستعد ان هو يحصل ايه؟ بابلنج بقى، وتكون ايه؟ بابلز. فهنا بيقول لك ايه؟ اي سطح يا جماعه، انت طبعا مستحيل يكون في سطح املس بنسبه 100%. خلاص اصل لو سطح املس بنسبه 100% دي، عارف اللي هو معناه ايه يا جماعه؟ لو رميت مثلا بلي عليه ولا حاجه، يبقى دي كده مش هتقف، هتفضل ماشي الى ما لا نهايه، لان السطح الاملس الفريكشن فيه بكام يا شباب؟ بزيرو، صح كده؟ فهنا احنا ايا كان السطح عندي خلاص، فبيبقى فيه بيتس خلاص اللي هي نقر كده، فبتبدا البابلز عند درجه حراره بقى من لما درجه حراره السيرفس ده لما التي اس تبقى 105، او لما يعني ده المنحنى اللي هو بتاع الدلتا تي يا جماعه، من دلتا تي 5 لدلتا تي 10. خلي بالك الدلتا تي دي اللي هي بين مين ومين يا جماعه؟ درجه حراره الميه اللي هي 100، اللي هي التي ساتوريشن بتاعت الميه، ودرجه حراره السيرفس ده خلاص اللي هو ايه؟ بيسخن الميه دي. يعني ده كده درجة حرارته من 105 ل 110. بيبدأ يحصل ايه بقى يا شباب من 105 ل 110؟ بصوا بقى كده معايا، بتبدأ بقى يا جماعة هنا عند البيتس أو النقر اللي موجودة أو الحفرة أو الكافيتيز اللي موجودة هنا كده يا جماعة، بيبدأ بقى يا جماعة يحصل نيوكليشن. خلاص يبدأ بقى تكون البابلز، تبدا البابلز، عارف انت النقر اللي بتبقى موجوده في الحله دي او في البراد او الحاجات اللي هي نتيجه اللي هي مش سموث 100% دي، نتيجه ان في رفنس، بتبدا بقى تتكون ايه يا جماعه؟ بابلز. خلاص خلاص تبدا بقى البابلز تتكون في الاماكن اللي هي ايه؟ في البيتس او الكافيتيز دي كده. طب ده الكلام ده كله هيحصل لما درجه الحراره او الدلتا تكون من كام لكام يا جماعه؟ من 5 ل 10، يعني عند درجه حراره السيرفس ده من 105 ل 110. تفضل بقى الايه؟ البابلز تتكون خلال درجات الحراره دي. البابلز اتكونت خلاص، البابلز اتكونت، تبدأ بقى بص كده من درجة حرارة بقى من 10 أو من دلتا تي من 10 ل 30، أو من درجة حرارة ما تنساش بقى أنت فهمت خلاص، يعني ده كده من 110 ل 130، يبدأ بقى بيقول لك تلاقي بابلز أو بابل، يعني في بابل كولومز كده خلاص من البابلز اللي هي بتاعت الفيبر دي طالعة كده، تلاقي بقى تبدأ بقى من عند درجة الحرارة دي كده البابلز اللي اتكونت هنا دي يا جماعة تطلع بقى كده، تبدأ تطلع فوق بقى كده. الله، يعني ثابت مكانها. اه ما ثابت مكانها بقى ايه؟ البابل الثانية تتكون خلاص وتطلع وهكذا. فبيقول لك بقى بنلاقي ايه؟ كولومز خلاص من البابلز دي. طبعا هنشوف الايه الشرح ده بالتفصيل ايه كمان شوية الكلام يعني. طيب ده كده اللي بيحصل عند درجات حرارة من كام لكام يا جماعة؟ من 110 ل 130. نبدأ هنا طبعا كل ده الكيو اللي بتاخدها الووتر عمالة بتزيد اهو، يعني بص كده بيقول لك بابلز رايز تو ذا فري سيرفس. البابلز بقى اللي اتكونت عند الايه؟ النقر دي كده يا جماعة، البيتس اللي موجودة في البوتوم كده، تبدأ تطلع بقى ايه؟ فوق، لحد ما نوصل كده النقطة كده اسمها سي. بص هي طبعا التمبرتشر بتزيد خلاص، والكيو اللي بتاخدها المية بتزيد مرة واحدة يا جماعة، لقيت الكيو قلت. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان الكيو اللي بتاخدها المية قلت. الكيو اللي بتاخدها المية قلت، اه الكيو اللي بتاخدها المية قلت.
طب ليه حصل الكلام ده؟ يعني ايه اللي خلى الكلام ده يحصل؟ يعني انت يعني انت بتسخن، طب انت قلت لي حتى يعني ما بتستهلكش بقى ان هي تفك البارتكلز من بعض ولا حاجه، لا ولا اي حاجه خالص. طب ليه بقى الكلام ده يا جماعه؟ قال لك لان هنا في المراحل بقى اللي هي بعد كده دي، البابلز يا جماعه، البابلز اللي هي بقى البابلز طبعا زادت زياده عن اللازم، بقت عددها كتير قوي خلاص. فبتبدا تعمل ايه؟ بص البابلز، تكون البابلز بقى بيزيد. يعني هنا البابلز بص بدات تتكون، بتتكون ايه في الكافيتس اللي الكافيتس اللي موجوده هنا. تبدا لما توصل درجه حراره بقى او من 110 ل 130، او الدلتا تي تبقى من 110 ل 130، او سوري الدلتا تي تبقى من 10 ل 30، تبدا البابلز دي قلنا ايه يا جماعه تطلع. وبالتالي خلي بالك مش الانتاج بتاعها النيوكليشن مش هيقف، ده هتبدا تتكون بابلز ثانيه. وبما ان درجات الحراره يا جماعه اكبر، فتكون البابلز بيبقى اسرع. تكون البابلز بيبقى اسرع، ده هيعمل لي مشكله. ايه المشكله اللي هيعملها لك؟ ان البابلز عايزه لما تتكون تطلع، صح؟ لا دول بيتكونوا بسرعة، فيعملوا ايه يا جماعة؟ هتلاقي البابلز كده لحمت مع بعض، هتلاقي البابلز كده ايه كونوا ايه كتلة مع بعض، وادي ده المكان فاضي مثلا. ده اللي بقى الايه اللي بتوصل حرارة منه المية. يعني ايه اللي بتوصل حرارة منه المية؟ قال لك اصل بص في حاجة هنا، لو حضرتك لاحظت لما بيحصل الهيتنج، لما كان بيحصل الهيتنج يا جماعة، الحرارة بتوصل للمية من خلال الاريا دي كلها، او من خلال كل ده. لكن هنا قال لك هتوصل من خلال الاريا دي بس، يعني الاريا قلت. وانت راجل عارف بقى ان الكيو بتعتمد على مين يا جماعه؟ الاريا. خلاص الاريا قلت، يعني كيو حصل لها ايه يا جماعه؟ قلت هي كمان، لان الكيو بتساوي يو اي دلتا تي، صح كده؟ طب معلش يعني هي كيو قلت ليه؟ طب ما هو انت ليه سبت، يعني ليه سبت دول بقى؟ يعني قلت لي ليه الكيو هتطلع من الحته دي بس؟ لا ما هي مش هتطلع من هنا، عارف ليه؟ لان دي كده الفيبر اللي اتكون هنا ده يا جماعه، بص الحراره عشان تيجي تعديه وتخش الميه، لا مش هتعديه. فده قام اكنه يعني يعني قام بدور ريزيستنس لعمليه الهيت ترانسفير، وبالتالي الحراره ما ايه ما خدتش راحتها ووصلت ليه يا جماعه؟ للميه. تبدا طبعا دي كانت بتتكون في الاول ايه؟ يعني حبه صغيرين كده يتكونوا ايه؟ طبعا ايه بتتكون ببساطه في الاول خلاص. طبعا تبدا ده الحجم بتاعها يزيد، يبدا الحجم بتاعها يزيد لحد ما نوصل هنا اهو. بص كده بيبدا ده ايه يا جماعه يتكون، وتبدا الكيو يحصل لها ايه؟ تقل، لان الاريا اللي بتوصل من خلالها للميه بتقل لحد ما نوصل للنقطه دي كده يا جماعه، بيسموها الليدن فروست بوينت. ايه الليدن فروست بوينت دي يا جماعه؟ بيقول لك الكيو اللي بتاخدها الميه تبقى عند اقل قيمه ليها خالص. ليه بقى؟ لان هنا بص اتكون ايه يا جماعه؟ اتكون طبقه فيبر. يعني عارف يعني ايه؟ يعني بص كده احنا قلنا دي لو لاحظت كده ده بيفضل يتكون كده، وكل ما تزود الحراره كل ما ايه تلاقي الحجم بتاع طبقه الفيبر بتتكون ده زاد لحد ما السطح ده كله كده يا جماعه يكون مغطى بطبقه ايه؟ فيبر لزقت مع بعض. بالتالي في الحالة دي يا جماعة الكيو أو الهيت أو الهيتنج اللي بيحصل هنا مش قادر يوصل للمية اللي موجودة هنا، خلاص مش قادر يوصل للمية اللي موجودة هنا. فبالتالي الكيو بتبقى عند أقل مستوى. يعني أنا رديت بالهم وبتوصل من خلال أريا أقل والكيو قل، هيجي بعد كده تنعدم خالص، أو مش هتلاقي مية بتوصل إيه لل سوري مش هتلاقي هيت بتوصل للمية خالص أو للفلويد اللي موجود هنا خالص. خلاص نتيجة إن اتكونت طبقة من الفيبر زي ما حضرتك شايف كده عند الليدن فروست بوينت. طب بعد الليتن فروست بوينت، الله الله ايه ده؟ ده الكيو بدأت تزيد تاني. ازاي يا عم انت ده؟ انت بتقول لي في طبقة فيبر مكونة، ومعنى كلامك ان طبقة الفيبر دي طالما متكونة طول ما احنا شغالين تسخين الثيكنس بتاعها هيزيد، الثيكنس بتاعها هيزيد يا جماعة، يبقى مفيش هيت هتوصل اكتر. المفروض ده كده المنحنى ده كان يمشي تحت اكتر واكتر، ان ده هيبدأ يبرد كمان مش بتوصل له هيت. قال لك لا الحرارة بتزيد. ليه بقى؟ لان هيبدأ بقى في المرحلة دي يا جماعة انتقال الحرارة اللي هي المنطقة اللي احنا بنسميها الفيلم بويلنج خلاص، ودي كانت منطقة اسمها ترانزيشن بويلنج. هيبدأ في منطقة الفيلم بويلنج يحصل هيت ترانسفير باي راديشن خلاص. الراديشن طبعا خلي بالك ما بيحتاجش وسط، يعني الوسط ده ولا كأنه موجود، هيعدي من خلاله يخترق وتوصل الحرارة لإيه يا جماعة؟ للمية. خلاص ده كده المنحنى بتاع البول بويلنج أو البول بويلنج كيرف بكل تفصيلة فيه. خلاص تعالوا كده حضراتكم بقى إيه نقرأ الكلام واحدة واحدة ونشوف إيه ونرجع تاني ايه نعيد على الكلام ده سريعا كده يعني. طيب بصوا يا جماعه كده اهو، هناخد كده الكلام وتعالى واحده واحده ايه نشوف اللي بيحصل فيه. بيقول لك اول منطقه عندنا اللي هي منطقه الناتشرال كونفكشن، بيقول لي بابلز دونت فورم ان ذيس ستيب. طبعا ما بيحصلش هنا ايه تكون ليه يا جماعه؟ لبابلز. خلاص عشان بس يبقى ايه الموضوع احسن هنحاول نجيب الصوره ايه جنب الكلام.
فهنا شباب كده اهو بيقول لي ايه natural convection اللي هي المنطقة دي كده خلاص bubbles don't form in this step، يبقى مفيش bubbles بتتكون هنا تمام كده. liquid is slightly superheated in this step، بيبدأ يحصل ايه slight superheating خلاص يعني، لكن لسه ايه مفيش bubbles اتكونت. فبيقول لي degree of superheating ده تبقى ايه من 2 ل 5 يعني. طبعا degree of superheating ده يا جماعة الفرق بين ال T surface وال T ايه saturation اللي هي درجة حرارة الفلويد يعني خلاص. طيب the fluid motion in this mode of boiling is governed by، طبعا هنا قلنا الحركة بتتم عن طريق بقى مين يا جماعة؟ تيارات ال natural convection اللي هي ايه ال natural convection currents نتيجة ايه ال density gradient اللي هي الكثافة الملامسة دي كده بتبقى أقل تطلع فوق وتجيب بدلها ايه كثافة أعلى وهكذا. بيقول لي heat transfer from heating surface to the fluid is by natural convection، خلاص يبقى الهيت ترانسفير هنا ايه natural convection. طيب نخش بقى المنطقة التانية اللي هي منطقة النيوكليت بويلنج. طيب هنا في منطقة النيوكليت بويلنج بيقول لي in this step bubbles nucleate grow and depart from the heated surface. طبعا الأول دي مقسومة حاجتين، نيوكليت بويلنج دي مقسومة حاجتين كده من دلتا تي 5 ل 10 ومن ايه من 10 ل 30. بيبدأ هنا يحصل ايه حضرتك؟ بص كده في أول خطوة فيها بيبدأ بيقول لك بيحصل نيوكليشن وجرو اند ديبارت فروم ذا هيت سيرف، تبدأ البابلز تتكون خلاص وتنشأ هنا كده وتم وتطلع بقى ايه بعد كده تسيب الهيت سيرفس ده وتطلع ايه فوق. بابلز فور البابلز دي بتتكون اور نيوكليت ات ذا سمول كافيتيز ان ذا هيت سيرفس، قلت لك هنا بيبقى في اللي هي البيتس او الكافيتيز دي النقر دي كده بتبدأ الايه البابلز تتكون فيها. طبعا خلي بالك بص احنا بنشرح هنشوف المسألة بتاعتنا ايه لازمة الكلام ده وكابليكيشن وهنشوف شوية كلام حلو قوي جاي في المسائل يعني. فهنا بيقول لي ان دي بتنتج من ال عند ال small cavities in the heated surface which are called nucleation sites، يعني ال cavities او ال bits دي بيسموها يا جماعة ال nucleation sites او ال bits and scratches in the heated surface. فهنا بيقول لي ان من A ل B دي بيسموها isolated bubbles خلاص، هنا من C ل B خلاص من بي هي هنا من ال بي فود من بي لسي مش من سي لبي معلش يعني المفروض دي كده يا جماعه من بي لسي، هنا دي بي ودي سي خلاص. هنا بتبدا قلنا البابلز كولابس ان ذا ليكويد تبدا يتكون البابلز وبعد كده البابلز تبدا يا جماعه ترايز ايه تو ذا سيرفس. طيب بعد كده هنخش على المنطقه اللي بعد كده اللي هي منطقه ايه الترانزيشن بويلنج خلاص، اللي في اولها طبعا اللي هي بتوصل ماكسيمم بعد كده تبدا تحصل ايه يا جماعه تقل اهو. شوف دي كده ادي منطقه ترانزيشن بويلنج. فبيقول لي وين دلتا تي اكسس از انكريز اند باست بوينت سي ذا هيت فلوكس ديكريز، ملاحظ انا حضرتك ان الكيو بيحصل لها يا شباب بتقل الهيت فلوكس ايه بيبدا يقل، يبقى انت وصلت الماكسيمم بعد كده هيبدا ايه يا جماعه يقل. طيب this is because a large fraction of heater surface is covered by vapor film، هيبدا بقى ايه سطح الهيتر ده يغطى بايه يا جماعه بفيبر، وطبعا طبقات الفيبر تفضل ايه تزيد وكل ما تزيد كل ما الكيو يحصل لها ايه يا جماعه تقل. which acts as insulation دي قلنا بتشتغل ايه كريزيستنس او انسوليشن للهيت ترانسفير. طيب in this transition boiling regime both nucleation and film boiling partially occur، خلاص هنا في المنطقه دي كده both nucleation and film boiling partially occurs طبعا لحد ما نوصل بقى لايه للليدن فروست بوينت. طيب لما نوصل بقى للليدن فروست بوينت دي كده ترانزيشن بوينت هنوصل بقى لايه الفيلم بويلنج خلاص. في الفيلم بويلنج هو بيقول لي بيوند بوينت دي ذا هيتر سيرفيس از كومبليتلي كفرد باي ا كونتينوس ستيبل فيبر فيلم، هنا بقى من اول بوينت دي فما فوق لو بيوند يعني من يعني فوقيها يعني فما فوقيها يعني هتلاقي فيه طبقه فيبر متكونه بالكامل على سطح الايه يا جماعه الهيتر. بيقول لي بوينت دي بيسموها طبعا دي بتبقى المينيمم كيو بيسموها الليدن فروست بوينت. The presence of vapor film between the heater surface and the liquid is responsible for low heat transfer. خلاص ده اللي سبب ان الايه الهيت عند النقطة دي تبقى قليلة قوي كده. خلاص طيب بيقول لي the heat transfer rate increase اه هيبدأ بقى بص rate of heat transfer يزيد تاني with increasing excess temperature due to ايه بقى يا جماعة radiation، نتيجة ان انت بقى ايه بدأت تخش في مرحلة مين بقى يا جماعة الراديشن. خلاص ده كده الأول جزء معانا اللي هو مين يا جماعة البويلينج. الحاجة التانية معانا في التكملة احنا كده شفنا البويلنج هنشوف بقى مين يا جماعة الكوندنسيشن. بيقول لي كوندنسيشن occurs when the temperature
فا فيبر از ريديوسد بلو اتس ساتوريشن تمبرتشر. طبعا احنا قلنا البويلنج بيحصل لما تبقى التمبرتشر اعلى من تي ساتوريشن، لكن هنا الكوندنسيشن بيحصل امتى يا جماعه؟ لما التمبرتشر تبقى ايه؟ اقل من تي ساتوريشن. اللي احنا هنشوفه في الشابتر ده هنا يا جماعه خلاص الكوندنسيشن اون سوليد سيرفيس، الكوندنسيشن على سطح مين بس يا جماعه؟ السوليد سيرفيس. طيب عندنا نوعين بقى من الكلام ده، حاجه اسمها فيلم كوندنسيشن، خلاص عندنا حاجه كده اسمها فيلم كوندنسيشن، وعندنا حاجه اسمها دروب وايز كوندنسيشن. ايه الفرق بين دي ودي؟ تعال نشوف برضو مع بعض وركز بقى هنا، وهوريكوا فيديو مهم قوي كده هتفهم منه ايه معناهم كويس. بيقول لي الفيلم كوندنسيشن دي كده يا جماعه اللي هو بيقول لك بيحصل فيها اذا كوندنسيت ويتس ذا سيرفيس اند فور ليكويد فيلم، يعني هنا لما بيحصل كوندنسيشن على سطح سوليد، يعني نفترض ده كده يا جماعه عشان نفهم برضو اكتر مع بعض، ده كده سطح سوليد اهو خلاص هيحصل عليه كوندنسيشن، او لو نتخيل كده تبقى بايب مثلا خلاص، وانت مدخل هنا مثلا فلويد ايا كان الفلويد ده ايه، وبتسخنه بستيم، يعني مسخن هنا بستيم. طبعا الستيم بيحصل له ايه يا جماعه؟ كوندنسيشن. طيب لو اتكونت طبقه ليكويد خلاص، طبقه كوندنسيت من الستيم ده، يعني لو في طبقه كوندنسيت اتكونت هنا من الستيم، طبقة كاملة كده، دي بيسموها الفيلم كوندنسيشن خلاص، يعني كده بيسموها فيلم كوندنسيشن. طيب يعني مش فاهم برضو، خلي بالك مش جاي معايا قوي لسه، ما خليني بس اقول لك وهتشوف في فيديو هيوضح لك كل حاجة. لكن لو هنا ده فلويد وما زلت انت حضرتك بتسخنه بستيم، واتكونت هنا قطرات كده خلاص، وكونت هنا قطرات كده، دي بيسموها دروب وايز كوندنسيشن خلاص. واشهر مثال ليها على فكره للدروب وايز كوندنسيشن ده يا جماعه اللي هو ازازه الميه لما تشبر خلاص، يقول لك ازازه الميه دي ايه؟ مشبره خلاص. ده اللي هو، لان لو لاحظت انت تشبيره ازازه الميه دي اللي هي لما الميه مثلا بتبقى ساقعه خلاص، طلع المية ساقعة من التلاجة وتسيبها في الجو، فبتلاقي كده ايه، في دروبس مية نازلة ايه من على الإزازة كده، فدي بيسموها يا جماعة دروب وايز كوندنسيشن خلاص. طيب يبقى هنشوف بس التعريف، انا عارف لسه مش واضحة قوي، بس هنشوف التعريف تاني كده مع بعض، وبرضه ايه هنوضح الايه الامور احسن ان شاء الله. فبص بقى كده، فالفيلم كوندنسيشن دي بيقول لي ذا كوندنسيت ويتس ذا سيرفيس، بس خليك فاهم يعني القصد ايه دلوقتي، وهوريك فيديو هيوضح لك كل حاجة. يبقى بيقول لي الفيلم كوندنسيشن ايه يا جماعه؟ ذا كوندنسيت ويتس ذا سيرفيس اند فورم ا ليكويد فيلم، بيكون ليكويد فيلم، بتبقى طبقه ليكويد كده متكونه خلاص. طيب ذا سيرفيس از بلانكتد، يبقى مغطى باي ليكويد فيلم ويتش سيرفيس از ريزيستنس تو هيت ترانسفير. دي كنا عايزين نتكلم فيها، طبقه الليكويد اللي اتكونت هنا يا جماعه. خلي بالك بقى، ما انت عايز حراره الستيم توصل للفلويد جوه، طب هنا اتكونت طبقه ليكويد، هل كده حرارة الستيم هتوصل جوه؟ لا، يبقى دي اشتغلت بنسبة ريزيستنس للهيت ترانسفير خلاص كده. يبقى هنا دي مش كويسة، يعني دي انا مش عايز، يعني مش عايز يحصل في الصناعة عندي فيلم كوندنسيشن، عايز يحصل دروب وايز كوندنسيشن، لما بتكون دروبلتس كده خلاص. الدروبلتس دي كمان عايزة، يعني طبعا هي سابت لك مساحة شوية تنقل فيها الهيت، يعني أحسن من دي. وبعدين الدروبلتس زي ما حضرتك شفت كده بالذات المية بتنزل بتسقط بتقع تحت، لكن دي ممكن ما تقعش. فالقصد اللي احنا عايزين في الصناعه دايما ايه يا جماعه؟ دروب وايز كوندنسيشن، مش عايزين ايه فيلم كوندنسيشن. نيجي بس نشرح دي كده، بيقول لي ذا الدروب وايز كوندنسيشن بقى، بيقول لي ذا كوندنسد فيبر فورمز دروبلتس اون ذا سيرفيس. يبقى هنا مش بيكون فيلم بقى يا جماعه، الفيلم كوندنسيشن بيكون ليكويد فيلم، لكن الدروب وايز كوندنسيشن بيكون ايه يا جماعه؟ دروبلتس. طيب ذا دروبلتس سلايد داون وين زي ريتش ا سيرتن سايز، طبعا لما حجم الدروبلت بتاع الميه بيوصل لحجم معين، طبعا الميه انت بتشوفها على الازازه نقط كده صغيره، قطرات ميه صغيره بتبقى لسه على الازازه زي ما هي خلاص كده. بعد كده بيحصل لها ايه يا جماعه؟ تكبر شويه تقوم ايه تلاقيها ايه نزلت كده. طيب نو ليكويد فيلم تو ريزيست هيت ترانسفير، طبعا هنا دي كويسه ان مفيش ايه ليكويد فيلم بتتكون غير دي، ده دروبلتس وبتسقط كمان. As a result heat transfer rates that are more than 10 times larger than with condensation can be achieved. يعني بيقول لك ان ريت اوف هيت ترانسفير هنا لما يبقى عندك دروب وايز كوندنسيشن بيبقى 10 مرات الفيلم كوندنسيشن. طيب بص كده، تعالى نشوف ايه الفيديوهين دول مع بعض ونفهم ايه احسن. بص كده يا جماعه،
هنا هنشغل اول فيديو مع بعض. هنا بيتكلم عن ايه؟ الدروب وايز كوندنسيشن. دي كده هي شكل الدروبلت. خلاص دي كده الدروبلتس بتاعت الميه اللي بتتكون نتيجه عمليه ايه يا جماعه؟ الكوندنسيشن. فهي في الفيديو بتتكلم ان احنا، بص لو لاحظتوا حضراتكم في حاجه بتبدا القطرات تتكون. يعني رجعنا الحته دي تاني كده اهو، بص كده نرجع تاني. بص في حاجه يا جماعه ملاحظين كده، القطرات بتبدا تتكون لحد ما تبقى كبيره، بعد كده يحصل لها ايه يا جماعه؟ تنزل اهو. بصوا بتبقى قطرات صغيره تبدا تكون فوليوم حجم معين، تكبر بحجم معين او كتله معينه، تبدا بقى يا جماعه تسقط. لكن ده كده الفيلم بويلنج. خلاص ده كده اللي هو ايه يا جماعه؟ الفيلم بويلنج، اللي هي طبقه ليكويد متكونه. فانا لو خدت بال حضراتكم في طبقه ليكويد متكونه هنا يا جماعه. خلاص طيب طبقه الليكويد المتكونه دي هنوضحها احسن. بصوا هتيجي الصوره عليها احسن. طبعا دي كده ريزيستنس الهيت ترانسفير زي ما احنا شرحنا، هي بس هتيجي كده هتوضح اكتر. خلاص هنا في طبقه ليكويد متكونه، فهم بيقول لك ايه؟ بيدوروا على حاجه بقى يا جماعه. خلاص طبعا كل دي انا مش عايزها. بيدوروا ان انت لما تصنع المواد بتاعه التيوبس دي تصنعها من مواد اللي هي بتبقى الهيدرو، اسمها ايه بقى؟ هيدروفيليك ولا هيدروفوبيك؟ هيدروفوبيك. خلاص اللي هي ايه يا جماعه؟ ما بتطقش الميه، هي ما تخليش الميه تكون عليها فيلم وتلزق فيها. خلاص فانت لما بتيجي تصنع الحاجه دي تصنعها من ماده ايه؟ هيدروفوبيك، بحيث ان الميه تكون عليها قطرات كده، والقطرات يحصل لها ايه يا جماعه؟ تنزل تحت، لان ده احسن عمليه ايه؟ الهيت ترانسفير. خلاص طيب ده كده يعني هو طبعا بيتكلم بقى ان احنا ممكن نستخدم الحاجات دي في تصنيع ماتيريال تبقى زي دي كده هيدروفوبيك، المايه ايه ما بتعملش ايه فيلم عليها. يعني ده كده ايه اول فيديو معانا. الفيديو التاني معانا يا جماعه كده، الفيديو التاني معانا بصوا كده اهو، بيتكلم عن دروب وايز كوندنسيشن تكنولوجي. خلاص طيب نقدم الصوت اهو. ده كده هيت اكسشينجر. خلاص وادي فلويد داخل بيسخن، طبعا نسخنه بالستيم. بص كده دي كده ليكويد فيلم، يعني اللي حضرتك شايفها دلوقتي دي كده ليكويد فيلم او فيلم كوندنسيشن. لا دي مش مطلوبه، لان هتعمل ريزيستنس ايه يا جماعه؟ العمليه الهيت ترانسفير. لو لاحظتوا كده حضراتكم في طبقه ليكويد هنا اهي، بصوا واخدين بالكم الطبقه الزرقاء دي طبقه ليكويد غير مرغوب فيها. دي هتقلل لي عمليه ايه يا جماعه؟ هتقلل لي كفاءه عمليه الهيت ترانسفير، وبالتالي انتقال الحراره مش هيبقى كويس. خلاص طيب فهو بيعملوا ايه؟ ادي يعني هنشوف دلوقتي في الفيديو بيحاول اهو، تبقى الماتيريال دي زي ما قلنا بتبقى من ماده، بص ما تكونش فيلم، تكون ايه؟ بابلز، يعني مش ماده هيدروفوبيك، مش حابه الميه. خلاص فتكون ايه يا جماعه؟ بابلز. فالبابلز دي تسقط، فبالتالي مفيش الليكويد فيلم، فبالتالي الهيت ترانسفير شغال ايه يا جماعه؟ الهيت ترانسفير شغال كويس من ايه؟ من بره جوه اهو. بص كده الماده التانيه دي ما كونش عليها فيلم اهو، بيقول لك دي كده كونت فيلم. خلاص كونت ليكويد فيلم، لكن دي ايه يا جماعه؟ عملت دروبس. خلاص وده طبعا ايه؟ بيبقى احسن يعني. خلاص شوف تاني هيقول ايه هنا، يعني مفيش حاجه تاني. ده الشرح اللي احنا ايه عايزينه لحته ايه البويلنج سوري الدروب وايز كوندنسيشن والايه والفيلم كوندنسيشن. طيب طبعا الفيديوهات دي حضراتكم ممكن تعملوا سيرش على اليوتيوب، تكتب بس ايه دروب وايز كوندنسيشن، هيطلع لك ايه على طول اللينكات الفيديوهات دي، او هيطلع لك الفيديوهات اللي احنا شرحناها دي. طيب بنجيب احنا نرجع بقى للشغلانه بتاع المسائل ونشوف برضو يعني هنستخدم المسائل دي في ايه والابلكيشن بتاعها في ايه. عندنا حاجه اسمها الكيو ماكسيموم. خلاص الكيو ماكسيموم كده افكر حضرتك، الكيو ماكسيموم دي كده يا جماعه اللي ظهرت لنا فين؟ في البول بويلنج كيرف اهي، دي كده الكيو ماكسيموم. طب ليه احنا بنجيب الكيو ماكسيموم؟ هنشوف بقى دلوقتي. خلاص تعال نشوف بس ايه ازاي بنحسبها الاول، ونشوف الحاجات اللي فيها، وبعد كده نشوف المسائل والابلكيشن ايه هتفهمك كويس ان شاء الله. خلاص طيب هنا الكيو ماكسيموم بيقول لي ده القانون اللي بتتجاب منه، ده طبعا بيبقى جيفن، يعني هدول جيفن ان شاء الله مش حفظ يعني. خلاص يبقى الكيو ماكسيموم بتساوي الكلام ده 0.149 دلتا اتش فابورايزيشن رو بتاعت الفيبر، ومديني كده السيجما اللي هي السيرف تنشن والاكسلريشن ديو تو جرافيتي ورو ليكويد ورو فيبر والكلام ده كله. يعني القانون ده ايه؟ بيبقى جيفن، بتعوض حضرتك تجيب منه الكيو ماكسيموم. ايوه برضه انت لسه ما فهمتنيش ايه لازمه الكيو ماكسيموم. تعال نشوف مثال احسن يوضح لك ايه حته الكيو ماكسيم. خد بالك بس من حاجه، اللي احنا لو عندنا سلك كهرباء ماشي مثلا في ميه او في فلو، طبعا بتلاقي الفلو ده سخن صح كده؟ الفلو سخن، السخونيه جت منين يا جماعه؟ من الكهرباء. يبقى لما اقول لك مثلا كهرباء ماشيه في سلك وطلعت الميه، بقى كده الالكتريكال انرجي اتحولت لايه يا جماعه؟ لهيت. يعني الهيت بتاعتنا خلاص بتاعت الهيت ترانسفير دي، خلاص اللي هي طلعت من سطح السلك بالكونفكشن للفلويد، هي الالكتريكال انرجي اللي هي مين يا جماعه؟
اي سكويرد ار. طيب تعالى نشوف بقى ايه المثال بتاعنا ونشوف احنا عايزين فيه. طيب بص كده بيقول لي هنا يا جماعه استيميت ذا كارنت ات ويتش 1 مليمتر ديامتر نيكل واير عن درجه حراره 118 سيلسيوس ويل بيرن اوت وين سبمرجد ان ووتر ات اتموسفيريك بريشر. عشان تتخيل بس المساله دي كده خلاص، عشان تتخيل الشكل ده كده، دي المساله اهو. عندي سلك نيكل، خلاص هنكبرها شويه عشان توضح. اهو عندي سلك نيكل خلاص، الدايمتر بتاعه 1 مللي، الريزيستنس الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعته خلاص مديها لك، او الريزيستنس بتاعته مديها لك، وبيقول لك ان هو موجود في ميه. عايز يحسب ايه بقى يا جماعه؟ تعال نرجع لمسالتنا تاني كده. عايز يحسب هو ايه بقى يا شباب؟ استيميت ذا كارنت ات ويتش 1 مليمتر دايمتر نيكل واير درجه حراره 118 سيلسيوس ويل بيرن اوت، يعني هيتحرق. خد بالك من حاجه يا جماعه، بص درجه حراره الواير ده كام؟ 118، دي كده تي سيرفيس، خد بالك دي اكنها تي سيرفيس. درجه حراره الميه هتفضل 100، خلي بالك، ما انت الميه مهما تسخن هتوصل بقى ال 100 وتبدا بقى يحصل الشغل اللي احنا قلنا عليه، الموليكولز تتفك من بعض ويبدا بقى يحصل منحنى ايه. ما انت بص كده لو لاحظت، عشان نوضح اكتر برضو لو حضرتك تستاهل، هنا يا جماعه السلك اهو موجود في الميه، بص بقى مش ده كده بيسخن؟ اه، فالميه اللي حواليه بيحصل لها يا جماعه بويلنج، لان ده سطح خلاص ده سوليد وحواليه ايه؟ ليكويد، يبقى بيحصل بويلنج. في مشاكل كده يا جماعه؟ طيب خلي بالك بقى درجه حراره الميه بتوصل للساتوريشن وتفضل زي ما هي 100، لكن ده اللي درجه حرارته بتفضل يحصل لها ايه يا جماعه؟ تزيد خلاص. فهو بيقول لك بقى هنا ايه؟ استيميت ذا كارنت ات ويتش 1 مليمتر دايمتر نيكل واير على درجه حراره 118 سيلسيوس ويل بيرن اوت، يعني درجه عايز يحسب التيار اللي هيتحرق عنده السلك ده. وين سبمرجد ان ووتر، خلاص الالكتريكال ريزيستنس بتاعت الواير ده مديني الالكتريكال ريزيستنس خلاص 0.129 اوم بير متر. طيب ومديني كده شويه المعلومات اللي هي دلتا اتش فابورايزيشن ورو في والكلام ده كله. طيب هو امتى السلك ده هيتحرق يا جماعه؟ يعني انا ركزت كده في الرسمه بتاعتنا، امتى السلك ده هيتحرق؟ عارف هيتحرق امتى يا جماعه؟ لما الميه تبطل تبرده، لما الميه تبطل تاخد منه هيت. طب هي الميه هتبطل تاخد منه هيت امتى؟ كويس بقى السؤال ده. بص بقى كده، الميه هتبطل تاخد منه هيت عارف امتى يا جماعه؟ اهو لو رسمت لك دي كده، وده السلك اهو، بس كده السلك بتاعنا، معلش عذر على الرسم يعني خلاص. وادي الوتر، مركز في حاجه بقى يا جماعه، هي الميه يعني ده كده درجه حرارته 118، طبعا ده كان درجه حرارته عادي بتزيد لحد ما وصلت كام يا جماعه؟ 118. الميه ثابته عند كام؟ 100. وده طبعا مثال على بول بويلنج، صح كده؟ ما فيش الميه دي ما بتتدفعش، ما فيش فرصه ايه كونفكشن هنا، ده هي الميه بيحصل لها يا جماعه ده كده سخن، صح؟ ده سطح سخن، يفضل خلي بالك بقى يحصل بقى اللي احنا قلنا يا جماعه الناتشر، يبقى عندي ناتشرال كونفكشن ريجن، وبعد كده النيوكليشن والترانزيشن والكلام ده كله، يبدا بقى يتكون مراحل الكيرف اللي هو بتاع مين يا جماعه؟ البول بويلنج كيرف. خلاص كده تبدا بقى الايه الاول يحصل ان درجه يحصل اللي هو الناتشرال كونفكشن كارنتس، تبدا التيارات تتكون، وبعد كده بقى نبدا نخش في مرحله النيوكليشن، تتكون بابلز والكلام ده كله، والبابلز تطلع فوق خلاص، البابلز وبعد كده البابلز تطلع فوق في مشكله كده، لحد ما توصل بقى مش عارف للتي ماكسيمم، سوري للكيو ماكسيمم، بعد كده تلاقي الايه الكيو بيحصل لها ايه يا جماعه؟ بتقل. حته بقى الكيو تقل اللي احنا بنقصدها دي، يعني انت بص كده الكيو ماكسيمم، سوري دي الكيو، ده المنحنى اللي كنا بنرسمه كيو قصاد دلتا تي. الكيو يا جماعه كانت بتزيد، عارف دي كيو معناها ايه؟ بتزيد دي يعني ايه يا جماعه؟ يعني الميه بتاخد منك كيو، الميه بتستقبل منك كيو، الميه تقعد تستقبل كيو، تقعد تستقبل كيو. طبعا دي المناطق بقى بتاعتنا اللي هي مش عارف كانت الناتشرال كونفكشن ريجن، ومش عارف دي منطقه النيوكليشن وهكذا، تفضل الميه تاخد ايه يا جماعه؟ حراره، وبعد كده توصل للماكسيموم، بعد كده الميه مش هتاخد حراره. ما هي انت لو وصلت هنا بقى يا جماعه، وصلت كيو ماكسيموم، من بعديه كده الميه مش هتسحب حراره من السلك، صح؟ يعني قصدك ان الحراره هتفضل تختزن في السلك، هتفضل تختزن جواه، مش هتطلع بره، مش هت... الميه مش هتسحبها. ليه؟ لان في طبقه فيبر كده اتكونت، وحضرتك فاكر ان، تعالى نرسمها بلون تاني احسن، خلاص في طبقه فيبر كده اتكونت
اهو طبقة الفيبر اللي اتكونت هنا دي كده خلاص، واتكونت هنا كده، منعت المية ان هي تاخد حرارة من السلك. يبقى معنى كده الحرارة يا جماعة فضلت ايه، تتحبس جوه ايه، جوه السلك. يبقى السلك هيحصل له ايه يا جماعة؟ هيتحرق. طبعا ده هيحصل امتى؟ والله لو انت عديت الكيو ماكس، يعني لو انت وصلت الكيو ماكس خلاص، لو الهيب بتاعتك يا جماعة، لو الهيب بتاعتنا وصلت ايه، الكيو ماكس خلاص. طيب لكن هنا بقى لو حسبت الكيو بتاعتي لقيت اقل من الكيو ماكسيمم، يبقى انت كده ما وصلتش كيو ماكس، مش هيحصل ايه يا جماعه، بيرن. او هيبدا، بص هو بيقول لك ايه، عايز التيار اللي هيحصل، هيبدا يحصل عنده بيرن اوت. طبعا هيحصل، هيبدا يحصل بيرن اوت امتى يا جماعه؟ والله هيبدا يحصل بيرن اوت لما الكيو بتاعتي توصل ماكسيمم. ليه؟ لان من اول الكيو ماكسيمم، اللي انت يعني لو السلك بتاعك ده حسبت الكيو اللي طالعه منه ولقيتها ان هي الرقم ده اللي هو كيو ماكسيمم، خلاص لقيت الكيو اللي طالعه من السلك هي كيو ماكسيمم، يبقى معنى كده المية مش هتاخد منه حرارة، وبالتالي حرارة هتختزن جواه، يحصل له ايه يا جماعة؟ يتحرق. خلاص يبقى انت بيقول لك عايز يحسب التيار اللي هيبدأ عنده السلك ده هيتحرق. هو السلك هيتحرق امتى يا جماعة؟ السلك هيتحرق امتى؟ لو الكيو اللي طالعة منه تبقى كيو ماكسيمم. فانت هتعمل ايه حضرتك؟ هتحسب الكيو، خلاص هتحسب لنا الكيو وتحسب كيو ماكسيمم. لو كيو قد كيو ماكسيمم، خلاص لو كيو بتاعتك قد كيو ماكسيمم، يبقى كده السلك هتقول لي ايه، او سوري هو هنا عايز ال عايز التيار اللي هيبدأ يحصل عنده الحرق، وهنا عايز التيار اللي هيحصل عنده الحرق. دي في المسألة الجاية، عايز التيار اللي هيبدأ يحصل عنده الحرق، يبقى حضرتك تحسب مين بقى يا جماعة؟ كيو ماكسيمم. ما انت لسه عارف بقى ان كيو ماكسيمم دي عشان تحسب التيار هتساوي الكيو اللي هي الحرارة بتاعتنا، كمية الحرارة بالالكتريكال انرجي اللي هي اي سكويرد ار. والله الار معانا، هو مدهنها، مدينا ريزيستنس بتاعت السلك ده. والكيو ماكسيمم حضرتك هتحسبها من القانون اللي احنا لسه شايفينه. يبقى حضرتك كده جبت مين يا جماعه؟ التيار. طبعا التيار ده اللي هو عند الكيو ماكسيمم، صح؟ يعني ده اللي هيبدا يتحرق عنده ايه يا جماعه؟ السلك. في اي مشاكل كده؟ يبقى نروح تاني لمسالتنا. يبقى انت كده ايه، فهمت اللي فيها؟ هو بيقول لي احسب التيار خلاص اللي هيتحرق عنده ايه، السلك ده. طيب عشان احسب التيار اللي هيتحرق عنده السلك، لازم قلنا نروح نحسب مين يا جماعه؟ كيو ماكس. هنروح نحسب كيو ماكس من القانون اللي انا كنت مديه لك جيفن. خلاص دي الرسمه بتاعتنا زي ما احنا شفناها، ادي كده دي الرسمه بتاعتنا. خلاص هتروح حضرتك اهو تحسب الكيو ماكس من القانون ده، وهتلاقي كل حاجه موجوده فوق، يعني دلتا اتش فابورايزيشن، والرو بتاعت الفيبر، والرو بتاعت الليكويد، خلاص كل حاجه هتلاقيها موجوده في الايه، في الجيفن داتا اهي، والسيرف استنشن كله موجود. تحسب مين بقى يا جماعه؟ الكيو، كيو ماكسيمم بتاعتك. هتساوي كيو ماكسيمم دي واي سكويرد ار. خلاص انا طلعت كيو ماكسيمم عندي اهو، لما حسبتها طلعت الرقم ده. خلاص ناخد بالنا برضو من حته اليونتس، يعني هنا طالعه اهي اللي هي وات بير متر سكويرد، وخليتها انا عشان رقم كبير قوي خليتها ايه، ميجا وات، يعني سنت 10 اس 6 يعني. طب انت كده جبت الكيو ماكسيمم، هتساوي كيو ماكسيمم بقى حضرتك بمين يا جماعه؟ باي سكويرد ار. بس خد بالك بقى، دي الحته بتاعت اليونتس اللي بقول لك عليها دي، انت كنت جايبها فلكس، لكن دي كده لا، يبقى دي لازم دي كده اللي هي ايه، ريت. خلاص فلازم دي كده الكتريكال ريت، الكتريكال انرجي ريت، يبقى دي لازم تبقى ريت مش فلوكس. فتضرب في مين يا جماعه؟ في الاريا. خلاص هو برضو في حاجه لو لاحظت كده حضرتك، هي دي اي سكويرد ار، لكن هو هنا مدينا يا جماعه لو بصيت في الداتا مديني ار داش، يعني مديني وحدة الار يا جماعة بير متر. بيقول لي ذا الكتريك ريزيستنس اوف ذا واير از كذا اوم بير متر، يعني هو مش مديني الار يا جماعة، ده مديني الار داش، مديني الار بير متر. يبقى حضرتك عايز الار، يعني بص كده بمنتهى البساطة اهو، يعني انت بتقول لي هو مديني ار خلاص بتساوي 0.129 اوم لكل متر، دي كده اللي هي الار داش. طب انت عايز الار، مش الار دي وحدتها اوم، يبقى هتضرب الار داش في مين يا جماعه؟ في ال. خلاص يبقى دي كده اللي هي ايه، ماشي، الاوم طالعه كده غريبه شويه اهو، ماشي. يبقى انت كده هتضرب ار داش في ال، يبقى انت كده تكون جبت مين يا جماعه؟ الار. وده اللي انا عملته هنا، ضربت الار داش في ال، يبقى انا كده جبت مين؟ الار. طيب نرجع تاني تحت بقى نكمل حل مسألتنا بعد ما جبنا الكيو ماكسيمم، هضربها في الاي واساوي بالاي سكويرد ار. طبعا اي سكويرد ده نزل زي ما هي، ار دي خلاص حضرتك عرفت ان هي مين بقى، ار داش تايمز ال ال، خلاص هتبقى دي كده ار داش تايمز ال ال في ال.
ودي كده الاريا بتاعت السلك، اللي هو طبعا اي سلك عندنا اسطواني يبقى 2 باي ار ال او باي دي ال، اهو 2 باي ار اللي هي باي دي، باي دي ال اللي ال هتروح مع ال خلاص. هتلاقي مجهول وحيد عندك مين يا جماعه؟ التيار. يبقى التيار هيطلع عندك 175 امبير. يبقى السلك ده لو خد تيار 175 امبير هينصهر خلاص. يبقى خلي بالك ده كده، لو خد تيار 175 امبير هيحصل له ايه يا جماعه؟ هينصهر او هيحصل له بيردنج او. طيب دي كده ايه اول كيس عندنا. يبقى انت عشان تعرف السلك بتاعك هينصهر ولا لا خلاص، لازم تخلي بالك ايه ما يوصلش الكيوبكس. هتقول لي معلش واحده واحده، هو ايه اللي يخلي سلك يعني؟ انت ايه اللي انت جبت لي الرسمه حتى وانا مش فاهم برضو، احنا انت بتشتغلني ايه الرسمه دي؟ ايه اللي يخلي سلك اصلا يبقى موجود في الميه؟ ايه اللي يخلي الرسمه دي موجوده اصلا يا جماعه؟ يعني ايه اللي احط سلك بنقل الكهرباء مثلا؟ عايز تقول لي انت بتبرد السلك بتحطه في ميه؟ الكلام ده مش منطقي. ازاي الكلام ده؟ في ابلكيشنز يا جماعه جميله جدا في الموضوع ده. هو فعلا خلي بالك السلك بيمر فيه كهرباء ويبقى في ميه. ازاي يا عم؟ اقنعني. هوريك حاجه دلوقتي يمكن ايه البنات هتعرفها اكتر حاجه. بصوا كده يا جماعه، ده ايه؟ حد عارف ايه ده؟ ده الهيتر اللي هو بيبقى في الغسالات اللي هي الفول اوتوماتيك خلاص. الهيتر ده طبعا خلي بالكم يعني بتلاقي، يعني انا كان عندي اول ما اتجوزت وكده كان الهيتر ده مش عارف لو ما فيش كمية مية معينة ما حتى يقول لك ايه الغسالة اتحرقت خلاص. لو ما فيش كمية مية معينة خلاص بتلاقي الهيتر ده اتحرق. ما هو الهيتر ده لازم يكون موجود في مية خلاص. طبعا بيسخن لك المية بتاعتك عشان الغسيل والكلام ده كله، الغسالة يعني معرفش ايه اللي احنا بنقوله ده، بس هو مش عارف حصة التدبير المنزلي دي، بس يعني ده اللي موجود يعني، ان ده كده بيسخن لك المية بتاعتك خلاص عشان الغسيل وكده، عشان الغسالة تشتغل كويس يعني وكده، عشان تبقى المية ايه بتغلي وتغسل كويس. فانت بالتالي لو مفيش كمية مية مناسبة ده هيتحرق، لان مفيش كمية مية مناسبة تاخد منه الحرارة فده بيتحرق. فده ابلكيشن اهو خلاص للهيتر ده كده، بيبقى من شوف بقى من النيكل ولا من النحاس ولا من ايه خلاص، ومحطوط. وطبعا بيبقى من يعني الافضل النحاس، يعني بيبقى من النحاس خلاص وموجود عندك اهو. فممكن ده لو السلك ده، طبعا السلك بيمر فيه كهرباء، مش انت الغساله الفوتوماتيك بتشتغل بالكهرباء خلاص. فطبعا بتمر الكهرباء هنا خلاص والسلك يسخن، او تمر تيار معين يسخن السلك والحراره دي تطلع ليه يا جماعه؟ للميه اللي هي في الغساله مثلا. ده مثال خلاص كده. فبالتالي اهو في سلك في ميه، يعني في سلك محطوط في ميه اهو، يحصل عمليه عندنا. شفت الابلكيشن بتاعنا؟ قلت لكم في الابلكيشن بتاعنا هتلاقي حاجات حلوه جدا يعني. طيب الحاجه التانيه اعتقد يعني مرت علينا على معظمنا برضه، فاكرين ده كده؟ ده كده اللي كنت بتجيب كوبايه خلاص وتحط البتاع ده فيها في الكهرباء والميه تغلي صح؟ طبعا ده تخيل بقى انت مش حاطط ميه في الكوبايه وحاطط البتاع في الكهرباء وسايبه كده مفيش حاجه تبرده، طبعا ده هيحصل له يا جماعه هيتحرق خلاص كده. لازم يبقى فيه ميه في الكوبايه وده بيسخنها عشان ايه تبرده. وكان بيعمل لك ايه زي بدل اكنه بدل الكتل يعني خلاص اللي هو شغاله دلوقتي يعني. بس ده كان عدى علينا يعني، اعتقد ممكن نكون في ناس ايه فاكرها، كنت بتجيب كوبايه كده وتحط ده في الكهرباء وتحط البتاع ده فيها لحد ما الميه تغلي وايه خلاص بتشيله ايه وتشرب. طيب في ابلكيشن تاني كده حضرتك، عمليات الالكترو بليتنج. ما ده بيبقى عندك مثلا بليت مثلا من الجولد او من النيكل وات ايفر، ومتوصل هنا بايه بباور سبلاي خلاص. طبعا ده بياخد كهرباء عشان تتم عمليه الكترو بليتنج، بس طبعا يعني ما بيوصلش تيار كبير قوي زي الحاجات اللي هي في الابلكيشنز التانية اللي احنا شفناها دي يعني، سواء ده او ده او ده كده. دي كده امثله اللي هو ممكن ان السلك بتاعك يكون فيه تيار كهربي وماشي في ميه او ماشي في فلويد خلاص كده. طيب عشان بس ايه نكون مستوعبين، ما تقوليش يعني ايه اللي هيجيب السلك في الميه يعني حنقل الكهرباء في ميه يعني حبرد بميه؟ لا هو في الهواء يبرد. لا هو ده دي ايه دي الاكزامبلز اللي احنا عايزينك تعرفها يعني. طب كويس اوي. تعال نشوف مثال تاني كده معانا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي a vertical cylinder boiler of 0.5 meter diameter is heated from below by hot gases. The physical properties are given below. عندي اسطوانة كده اللي هتشوفها حضرتك. الاسطوانة دي كده يا جماعة بنبردها، سوري بنسخنها بهوت جازز من تحت خلاص، ومديني الداتا دي كده ان الكيو بتاعتك 182 كيلو وات بر متر سكويرد خلاص، وهوت جازز، ومديني الدايمتر بتاع البويلر، يعني كل الداتا اللي ايه
اللي احنا محتاجينها مديها لنا، ومدين الدلتا اتش فابورايزيشن والرو فيبر والرو ليكويد والكلام ده كله. طيب دي كده الداتا اللي هو ايه مديها لي. خلاص ايه المطلوب؟ نركز بقى كده يا جماعه. بيقول لي شو ذات ذا بويلر از اوبريتنج ان ذا نيوكليت بويلنج ريجيم. قول لي وضح لي كده ان البويلر دي شغاله ايه يا جماعه؟ نيوكليت بويلنج ريجيم. طيب يبقى هنا ده خلي بالك عشان تركز بس في اللي بيحصل. هنا دي بويلر غلايه، يعني هنا في الميه يا جماعه وبتسخن هنا ايه، يعني التسخين بيتم في بوتجاز. خلاص المهم ان الميه ايه هنا. طبعا دي هو خلي بالك ما قالكش الاسطوانه دي مفتوحه ولا لا، والغازات دي يعني الميه دي بيحصل لها فورسد، في فورسد كونفكشن ولا لا. خلاص هو ما قاليش. هو بص قال لي يا جماعه A vertical cylinder boiler دائم تركيزها is heated from below by hot gases. خلاص the physical properties of water are given below. يعني خلي بالك ما انت ممكن يكون مثلا المايه دي بتعمل لها recirculation ببامب ولا حاجه كده، بقت force convection. خلاص لا، او متسابه لوحدها جوه البويلر ومجرد بتعتمد بس على ايه الناتشرال كونفكشن. هو هنا ما وضحليش، بس هو قال لي ايه؟ بيقول لي شو ذات the boiler is operating in the nucleate boiling regime. nucleate boiling regime دي يا جماعة أنا عارف إن هي في البول بويلنج، خلاص مش في الفلو بويلنج. خلاص فأنا هنا هأسيوم إن أنا شغال إيه يا جماعة؟ شغال بول بويلنج، مع إن المعلومات مش واضحة، يعني ما قاليش صراحة إن هو شغال إيه؟ بول بويلنج، أو زي المرة اللي فاتت كده يقول لي سلك موجود مش عارف في مية، في بيزل مية واضحة. فهنا بيقول لي بص no information is given regarding the existence of forced convection. فانا بالتالي هيسومي ان انا فعلا شغال ايه يا جماعه؟ بول بويلنج. وهو اول مطلوب عايزه هو عايزك اكنك شغال ايه؟ بول بويلنج. فانت هنا بس ايه يعني مش عايز تكتبها دي خلاص، يعني انا بقول لك بس بوضح لك ان الداتا المفروض ناقصه، يعني المفروض ايه يقول لنا اذا كان بول بويلنج ولا لا. بس هو خلاص طالما عايز اللي هو اللي بيقول لك وضح لي ان انت شغال في النيوكليت بويلنج، يبقى خلاص يبقى اتس اوكي ان ده ايه بول بويلنج. طيب هو بيقول لك ايه بقى؟ شو ذات ذا بويلر از اوبريتنج ان ذا نيوكليت بويلنج ريجيم. يبقى وضح لي ان انت شغال في النيوكليت بويلنج ريجيم. فاكر كده حضرتك النيوكليت بويلنج ريجيم دي كانت ازاي يا جماعه؟ نجيب كده الصوره توضح احسن. النيوكليت بويلنج ريجيم خلاص اهي، لو فتحنا الصوره كده اللي هي المنطقه دي كده. فانت بيقول لك وضح لي ان انا شغال في النيوكليت بويلنج ريجيم. طب لو حضرتك شغال في النيوكليت بويلنج ريجيم مش معنى كده يبقى الكيو بتاعتك، هو مديك الكيو، يبقى الكيو اللي عندك دي تبقى اقل من مين يا جماعه؟ من الكيو ماكسيمم. خلاص هتقول لي لا معلش واحده واحده، طب ما لو كيو اقل من الكيو ماكسيمم انت انا ممكن اكون في النيوكليت بويلنج، ممكن اكون في الناتشرال كونفكشن، ده انا ممكن اكون في ترانزيشن كمان. مين قال ان طالما الكيو بتاعتي اقل من الكيو ماكسيمم يبقى انا كده في النيوكليت بويلنج؟ ما انا ممكن اقول لك ليه ما بقاش في الناتشرال كونفكشن بويلنج، ليه ما بقاش في الترانزيشن بوينت؟ قال لك انت عندك حق فعلا، هو المفروض كان يديك برضو داتا. خلاص كان يديك الكونفكتيف هيت ترانسفير كوفيشنت خلاص عشان تقدر تحسب الدلتا تي. خلاص عارف ازاي؟ يعني اصوله كده يا جماعه، المفروض انت حضرتك هتحسب الكيو ماكسيمم. خلاص انت هيبقى عندك الكيو ماكسيمم، خلاص هتشوف الكيو بتاعتك. طب الكيو بتاعتي طلعت اقل من كيو ماكسيمم، اه ما ايه الحيره اللي انا فيها دي؟ ما التلات مناطق ينفع. خلاص التلات مناطق ينفع، ده ممكن كمان الفيلم بويلنج تنفع معايا، يعني ايه الحيرة اللي انا فيها دي؟ خلاص قالك بص بقى كان المفروض فعلا ايه يديك الاتش، وانت تقوم رايح قايل بقى ان كيو بتساوي اتش ايه دلتا تي. طبعا هو مديك الكيو جيفن في المسألة اللي هي 182 خلاص كده، والاتش جيفن خلاص، والاري هتحسبها. يبقى انت كده حضرتك تكون جبت مين يا جماعه؟ دلتا تي. لو دلتا تي بقى طلعت في الرينج اللي هو من 5 ل 30، طبعا دلتا تي دي اللي هي تي سيرفيس ناقص تي ساتوريشن، اللي هي يعني لما تيجي تحسب حضرتك هنا الدلتا تي خلاص، يعني دي كده اللي هي تي سيرفيس ناقص 100 خلاص. وكان لازم برضو يديك تي سيرفيس، يعني كان لازم يديك معلومات يا جماعه، كان لازم يديك الاتش والتي سيرفيس صراحه، يعني عشان تقدر تحدد المنطقه بالظبط. خلاص فهنا كان لازم يديك الاتش والتي سيرفيس. ساعتها بقى هتقدر تقول لي اه والله لو الدلتا تي بتاعتي طلعت من 35 اه ده يبقى فعلا في النيوكليت بويلنج، طالما الكيو بتاعتي اقل يبقى انت خلي بالك بقى، يبقى انت احتمال تبقى في المنطقه دي او المنطقه دي او المنطقه دي او المنطقه دي، ما انت مش عارف. تمام طبعا لو اكتر يبقى انت اكيد في الفيلم بويلنج، يعني الكيو بتاعتك اكتر من الكيو ماكس يبقى انت في الفيلم بويلنج. خلاص طيب
فانت بتتكلم دلوقتي اللي انت الكيو بتاعتك اللي هو مدالك مثلا 182 دي، لما جيت مثلا يعني هي مديني كيو 182، حسبت انا كيو مثلا ماكسيموم 190، يبقى انت اقل. طب اقل بقى يا ترى انا هنا خلاص في الناتشرال كونفكشن، ولا في مش عارف النيوكليت بويلنج، ولا في الترانزيشن، ولا فين بالظبط. فهو زي ما قلت لك، كان لازم اديك مين ومين يا جماعه، كان لازم اديك الاتش والتي اس خلاص كده. طب انت هتعمل ايه؟ والله خلاص انت هتحسب الكيو ماكسيموم بتاعتك، والكيو بتاعتك هتلاقيها اقل من الكيو ماكسيموم، يبقى انت فعلا ايه في النيوكليت بويلنج وخلاص على كده خلاص. بس حضرتك تبقى فاهم يعني، انا كاتب لك الكلام ده. طبعا انا كنت بدي يعني الكورس ده لطلبه اندر جراد شويه في جامعه في نيوكاسل، فهم يعني دي كنت قايل لهم ان هم يفهموها يعني. خلاص حضرتك برضو خليك عارفها يعني، عايز تكتبها لي ذوقيا منك، اعرف ان حضرتك فاهم كويس جدا مفيش مشكله. مش عايز تكتبها خلاص، انت طلع لي الكيو اقل من الكيو ماكسيمم وخلاص، قول لي ان هي في النيوكليت بوي بس. الشياكه ممكن توضح لي يعني ايه اللي احنا فاهمين يعني، ادينا يعني بنشرح على قد ما نقدر يعني، حضرتك تكون فاهم الكونسبت اكتر يعني من ان هو حله وخلاص يعني. فهنا بيقول لي اثبت اللي انت في النيوكليت بويلنج، فده اللي هيحصل بالظبط كده يا جماعه. هروح اجيب الكيو ماكسيموم من القانون بتاعي اللي هو بيبقى جيفن ده، خلاص هروح اجيب الكيو ماكسيموم. حسبت الكيو ماكسيموم خلاص، لقيتها 1.27 في 10 6 ميجا وات، وانا مديك الكيو اصلا في المساله جيفن، مديك الكيو عندي 182 كيلو وات. يبقى معنى كده الكيو بتاعتك اقل من كيو ماكسيموم، يبقى انت في النيوكليت بويلنج. ودي كده شرح الحته اللي انا قلت لك عليها، المفروض كان يديك يا جماعه الاتش والتي اس. ولو انت لقيت بقى الدلتا تي في الرينج اللي هو من 30 من 5 ل 30، يبقى انت كده فعلا في منطقه ايه يا جماعه؟ النيوكليت بويلنج. لان ممكن تلاقي اقل من كده تبقى في الناتشرال كونفكشن، ممكن تلاقي اعلى من كده تبقى ايه في الترانزيشن، او على حسب بقى ايه الدلتا تي بكام. طيب المطلوب التاني عندنا كان عايز ايه؟ المطلوب التاني عندنا طيب بيقول لي determine the heat transfer coefficients if water is at 100 celsius and the lower surface of the boiler in contact with water عند 112. عايز يحسب بقى ال H يا جماعة لو ال TS بتاعتك ب 112، يعني ال T surface ب 112، هو مديني ال T بتاعت ال surface ده كده، بتاعت السطح ده كده 112، ودرجة حرارة الماية مديها لي بكام يا جماعة؟ مديها لي ب 100. خلاص اتعرفت بقى العملية، انت عارف ان ال Q بتاعتك اللي هي 182 دي هتساوي مين بقى يا جماعة؟ H A دلتا تي، اهو كيو بتاعتي بتساوي اتش اي دلتا تي. طبعا دي فلوكس يبقى الاريا مش مشكله، يبقى كيو بتساوي او الفلوكس بتاعي بيساوي اتش في دلتا تي، يبقى الاتش بتساوي كيو دبل داش على دلتا تي اللي هي 182 في 1000 على دلتا تي اللي هي 112 ناقص 100. يبقى حضرتك كده تكون جبت مين يا جماعه؟ جبنا الاتش بتاعتنا. طيب المطلوب التالت هنحله واحده واحده، وبنحاول ايه نشرح الكونسبت على قد ما نقدر يعني. المطلوب التالت بيقول لي وات از ذا تمبرتشر، أو هنا بيقول لي what is the temperature of the combustion gases if the heat transfer coefficient between the gases and the outer surface. مديني كده ال heat transfer between ال gases وال outer surface 350 and the steel that the boiler is made of is of thickness 5 millimeter and thermal conductivity كذا. بص هنا ايه احنا اتفقنا المسألة بتاعتنا يا جماعة كالآتي. بص كده دي كده المسألة بتاعتنا، نوضح بس كده ايه، نجيب الأسود أحسن. طب أدي المسألة بتاعتي، هو كان بيقول لك يا جماعة دي بويلر وفي هنا هوت جاز، أو في هنا هوت جاز بتسخن السطح ده، وبالتالي المية اللي هنا بتسخن خلاص، وبالتالي بيحصل عملية البويلنج بتاعتنا. طب هو قال لك ايه بقى؟ قال لك هنا الهيت ترانسفير كوفيشن، يعني تعالى نقرا تاني كده. بصوا يا جماعه كده، قال لي الهيت ترانسفير بتوين الجازس والاوتر سيرفس، يعني بتوين الجازس اللي هنا دي والاوتر سيرفس، يبقى ده كده الاتش اللي هنا ده بيساوي 350 واط على متر سكويرد في كلفن. حلو قوي. اند ذا ستيل ذات از ذا بويلر از ميد اوف، وده كده البويلر دي معموله من الستيل. بيقول لك الثيكنس ده كده، الثيكنس بتاع الستيل ده كده 5 مليمتر. ده بص اللي جاي ده كمان، خلي بالك بص اللي جاي ده، اداني الثيرمال كوندكتيفيتي، اداني الكي، اداني الكي بكام بقى يا جماعه؟ الثيرمال كوندكتيفيتي ب 150 واط على متر في كلفن. حلو. ايه المطلوب بقى؟ بيقول لي وات از ذا تمبرتشر اوف ذا كومباشن جازز، عايز يحسب التمبرتشر بتاعت الكومباشن جازز، عايز يحسب التمبرتشر دي كده يا جماعه.
عايز يحسب ال T، اهو هسميها T infinity. عايز يحسب T infinity دي، عايز يحسب T infinity بكام. خلاص طبعا ما تنساش هو كان مديك فوق درجات حرارة السيرفس ده، كان مديك درجة حرارة السيرفس ده يا جماعة ب 112 خلاص كده، وكان قايل لك ان المية موجودة عند 100 سيلسيوس. في اي مشاكل؟ طيب تعال نشوف ايه هنحل ازاي. طبعا خلي بالك هنا في اتش وفي كي، ولو اداني الاتش بتاعت المية دي يا جماعة، خلاص لو اداني الاتش بتاعت المية دي كده الكونفكتيف هيت ترانسفير كوفيشنت اللي انت حسبته في المطلوب اللي فات، ما انت بص في المطلوب اللي فات احنا جبنا مين يا جماعة؟ ديتيرمن زي الترانسفير كوفيشنت بتاع، ما انت حسبت خلي بالك بقى من السيرفس ده للمية، يعني انت قلت الكيو لما حسبناها كده يا جماعة بتساوي اتش على دلتا تي، مش الدلتا دي دي حضرتك خدتها 112 ناقص 100، والكيو دي اللي المية بتاخدها اللي هي كانت 182 في 10 أس 3 خلاص. يبقى انت حضرتك هنا انت معاك الاتش برضو، جبت الاتش بين مين ومين يا جماعة؟ انت هنا حضرتك جايب الاتش بين الستيل ده، ما دي كده كل دي طبقة الستيل بقى، احنا كنا رسمينها خط المرة اللي فاتت ما كانش جايب سيرة السيكونس. هنا ده كله درجة حرارته 112، ده كده السطح ده كله درجة حرارته 112، وهنا يا جماعة المية سوري ده ال 112 دي يا جماعة احنا طبعا رسمنا سيكنس، كنا قبل كده مش راسمين سيكنس يعني. خلاص ال 112 دي كان قايل لي ان هي درجة حرارة السيرفس ده اهو، دي كده كانت اللي هي 112 صح كده، مش انت اشتغلت 112 ناقص 100 يبقى السيرفس ده والسيرفس ده، وجبت الاتش اللي هنا هسميها اتش اي ودي كده اتش اوت عشان ما تلخبطش ما بينهم، يبقى درجة حرارة المية 100، درجة حرارة السيرفس ده كده يا جماعة 112، درجة حرارة السيرفس ده مش عارفها لأن في ثيكنس 5 مللي وفي كي 150، ودرجة حرارة الغازات اللي هي تي انفينيتي مش عارفها. يبقى أنت حضرتك هنا عندك كام مقاومة؟ 3، عندك اتش اي وعندك كي وعندك اتش اوت، يبقى أنا كده عندي كام مقاومة يا جماعة؟ 3. يعني لو حبيت أرسم الثلاث مقاومات دول هخليهم قدامي كده، لو حبيت أرسم الثلاث مقاومات دول يا جماعة هرسمهم إزاي؟ او بمنتهى البساطه كده عشان نجيب الرسمه عشان ايه تبقى معانا برضو اهي. حبيت ترسم حضرتك الثلاث مقاومات اهو، بص كده يا جماعه ادي الثلاث مقاومات بتاعتي، هيبقى عندي مقاومه اللي هي بتاعت الاتش اي، مقاومه كونفكشن ان اللي هي بتاعت الميه، ومقاومه كوندكشن هنا خلاص في الستيل اللي هو بتاع البويلر، ومقاومه كونفكشن اللي هي ايه يا جماعه بره، يبقى مقاومه 2 3 خلاص كده. تشوف بقى تجيب الكيو من اي دلتا تي انت عايزها، خلاص تجيب ال سوري تجيب التي تي انفينيتي دي، انت عندك الكيو كده كده ب 112 تجيبها بقى ايه اراوند اي دلتا تي تريح. يعني تعال نشوف كده الحل، نشوف انا اقصد ايه. اهو احنا كنا وصلنا في الخطوه الثانيه اللي احنا جبنا الكيو من هنا او سوري جبت الاتش من الخطوه دي. طيب الخطوه الثالثه اهي ادي الثلاث مقاومات اللي قلت لك عليهم اهو، دي ال 112 معلش احنا كنا قلنا في الاول دي خلاص، بس لما رسمت السيكنس اخدت بالي انا يعني اخدت بالي ان دي ال 112 دي كانت بين السطح ده سطح السوليد والميه، ما كانتش بين السوليد ده يعني، بس عشان المره اللي فاتت في المطاليب اللي قبل كده كنا راسمينها من غير الثيكنس يا جماعه خلاص، فكنت بقول لك دي 112 لا هي المفروض 112 دي اللي هي بين ايه السطح ده وبين ايه الميه. طيب نرجع تاني لمسالتنا، ادي المساله هي يا جماعه عندك درجه حراره الميه ب 100 وفي اتش اي يعني في ار كونفكشن، وبعد كده درجه حراره السيرفس ده ب 112، وبعد كده عندك ار كوندكشن بتاعت الستيل صح كده، وبعد كده عندي اتش اوت مديها لي، يبقى عندي ايه يا جماعه؟ ار كونفكشن. هو عايز بقى يا جماعه التمبرتشر دي، هو عايز التمبرتشر اللي هي تي اوت، اخلي دي كده معانا، عايز التمبرتشر اللي هي تي اوت دي. طب عايز التمبرتشر اللي هي تي اوت، بص بقى كده يا جماعه مش انت معاك كيو خلاص وانت شغالين ستيل ستيت، طبق الكيو على التمبرتشر ديفرنس ده. هتقول لي وليه يا عم انا طبقت التمبرتشر ديفرنس ده على الف يوم قومتين، بقى اللي راح طبقتها على التمبرتشر ديفرنس ده هتاخد المقاومتين دول، طبقتها على التمبرتشر ديفرنس الاخير هتاخد ايه يا جماعه؟ الثلاث مقاومات. ممكن انا ازود لك حاجه اقول لك احسب لي الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت مثلا اهو، بص هنا طبقتها على مقاومتين بس، وقلت لك حل اخر طبقتها ايه يا جماعه؟ على ثلاث مقاومات، ليه راح؟ وهيطلع هو هو الرقم بالظبط 638، وهنا اهو كان طلع 638 خلاص. اخر مطلوب هنا يا جماعه كده، اخر مطلوب عندي في المساله دي
يعني هو يعني نظري اكتر منه يعني مسألة، يعني هو للفهم بس. بيقول لي ايه؟ بيقول لي roughness the surface، خلاص sorry roughening the surface of the inside of the boiler could enhance nucleate boiling thereby increasing the heat transfer coefficient given that this would incur a significant cost. What you do it sorry would you do it. خلاص بيقول لي roughening the surface of the inside of the boiler could enhance nucleate boiling. يعني انت لو عملت roughness يبقى انت كده بتنهانس النيوكليك بويلينج، خلاص thereby increasing the heat transfer coefficient، وبالتالي هتزود الهيت ترانسفير كوفيشن. في اي مشكله كده؟ طيب هو بص يا جماعه، يعني انا ممكن اجيب لك السؤال ده بطريقه ثانيه. اقول لك ايه؟ اقول لك والله اتحبذ ان السطح اللي بيتم عليه السيرفس بيتم عليه البويلنج ده يا جماعه يبقى رف سيرفس ولا سموث سيرفس وليه؟ يعني ممكن اجيبه لك بطريقه ثانيه. هو انا بيقول لك ايه؟ الرفنج هيحسن الهيت ترانسفير، لان هيعمل ايه؟ هي increase النيوكليشن وبالتالي هيحسن الهيت ترانسفير كوفيشنت. خلاص هل انت ممكن تعمل ده؟ خلاص يعني هو بيقول لك ممكن هيأثر على الكوست شويه، هل انت ممكن تعمل ده؟ هتقول لي ايه؟ بص يا جماعه احنا اتفقنا الرفنس، لما لو في رفنس قال لك الرفنس ده بينهانس النيوكليشن. طب انهانس النيوكليشن ده عارف يعني ايه يا جماعه؟ هيعمل بابلز كتير. طب لما يعمل بابلز كتير يبقى انت كده البابلز دي هيحصل هتلاقي فوران او كولومز طالع كتير جدا ايه من السيرفس بتاعك. خلاص يعني بص هنا بيقول لي ايه، يعني ده الاختصار، وتعال نشوف الكلام واحد واحد. الرفنس ده بيزود النمبر اوف بابلز، خلاص النمبر اوف بابلز زادت يبقى بتطلع كتير، في مشكله كده؟ طيب يبقى الديجري اوف ميكسنج، ما انت خلي بالك البابلز دي يا جماعه بتعمل ميكسنج. اوريك بس كده البابلز ممكن تعمل ميكسنج ازاي، يعني لو خدنا كده على جنب حته ليك برضو، يعني لما يبقى فيه بابلز، ودي ممكن تبقى نقطه مثلا ايه ماجستير حد من حضراتكم لما يجي يسجل خلاص يقول له اشتغل كده على ال، يبقى داخل عندك مثلا، او لو خدنا كده يبقى داخل ليكويد بس مثلا على فيكسد بيت، خلاص داخل ليكويد بس كده خلاص، وهنا في رياكشن بيحصل يعني. ومرة تانية طبعا هو في الحالات دي الليكويد بيخش من هنا كده، خلاص ده ليكويد، ليكويد بيخش من هنا كده. ومرة تانية بص يا جماعة كده هتدخل ليكويد زائد جاز، أو بيبقى اير او نيتروجين، يعني يعني هنا هيبقى فيه جاز خلاص. وشوف الماس ترانسفير او عملية البرودكشن بتاعتك او الكي بتاعك، الماس ترانسفير كوفيشن بتاعك زاد ولا قل. طبعا هتلاقي لو في جاز يا جماعه هتزيد اكتر العمليه، خلاص هتلاقي الماس ترانسفير في حاله الليكويد والجاز مع بعض اكتر من في حاله الليكويد بس، لان بيقول لك الجاز بيعمل تقليب. الله يعني ايه بيعمل تقليب؟ بيعمل تقليب ازاي؟ مش فاهم انا الحته دي. بص بقى كده الجاز يا جماعه ده ليكويد داخل اهو، خلاص ده كده ليكويد داخل. بص بقى هنا معايا البابلز لما بتطلع يا جماعه، يعني هنا في حاجتين هقول لك عليهم، ده الجاز داخل اهو مع الليكويد. البابلز لما بتطلع يا جماعه كده مش اكن في ليكويد هنا، يعني طبعا جاز مع ليكويد خلاص، هنا حضرتك بص يعني الليكويد اكنك زحزحته كده، ليكويد كده اكنك زحزحته، فالليكويد اكنك زحزحته هيجي مع الليكويد اللي هنا اللي هو برضو اتزحزح، خلاص هتلاقي دي حصل دوامات وتقلبه مع بعض. فعشان كده الجهاز بيعمل ايه يا جماعة؟ بيعمل بيسبب لك في ميكسنج. كمان في حاجة، في لو انت الجهاز بتاعك بيشتغل مثلا تفاعل عند الاقطاب، خلاص يعني هنا في قطب ده مثلا الانود بتاعك، خلاص ده كده الانود وده كده الكاثود، خلاص مثلا نفترض انت التفاعل بتاعك الليكويد ده بيختزل عن الكاثود، فانت بتعمل ايه؟ بص البابلز دي كده نكبرها شويه بس عشان نقدر نشرح عليها. الليكويد عايزه انت يروح عند الكاثود، فبص كده البابلز دي عملت ايه يا جماعه؟ خلت لك الليكويد يعني ياخد كيرف كده، فاكنها بتزقه ناحيه مين يا جماعه؟ الاقطاب بتاعتك. فهنا وجود يعني البابلز دي حاجه كويسه لعمليه. طب انت هتقولي معلش انت كل اللي بتتكلم فيه ده ماس ترانسفير، انت ما جبتليش اي حاجه هيت ترانسفير خالص، كل اللي انت بتتكلم فيه ماس ترانسفير. ما انت خلي بالك بقى الحاجات اللي ما تقدرش تفهمها بالهيت ترانسفير، في حاجه اسمها انالوجي. ايه الانالوجي ده يا جماعه؟ اللي انا الحاجه الهيت اللي هي الترانسبورت فينومينا يا جماعه،
هو الهيت والماس والمومنتم بينهم حاجه اسمها انالوجي، يعني اللي بيحصل في الماس ترانسفير بيحصل زيه في الهيت، بيحصل زيه في المومنتم. فانت اللي مش قادر تفهمه هنا افهمه من سكه تانيه، من اي حاجه من الترانسبورت فينومنا، وهيطبق على بقيه ايه؟ بقيه الترانسبورت فينومنا. فانت هنا انت شفت البابلز بتزود الماس ترانسفير، اه يبقى هتزود الهيت ترانسفير. خلاص كده؟ طيب فهنا اللي نقصده ان الرفنس لو زاد عدد البابلز هيزيد، وبالتالي الريت اوف ميكسنج او ديجري اوف ميكسنج زادت، يبقى معنى كده الاتش زاد. وحضرتك عارف بقى لو الاتش زاد يبقى اليو زاد، يبقى الاريا حصل لها ايه يا جماعه؟ قلت. خلاص كده؟ لان انت عارف ان الكيو بتساوي اتش او يو في ايه دلتا تي. ده لو زاد يبقى الاريا اللي انت محتاجها حصل لها ايه يا جماعه؟ قلت لنفس الكيو اللي انت عايزها. خلاص؟ طيب وبالتالي خلي بالك الاريا قلت، الاريا بتاعت الايكوبمنت بتاعتك بقى بتاعت البويلر قلت، يبقى معنى كده انت الفلور سبيس الارضيه اللي انت محتاجها قلت، يبقى الكابيتال كوست حصل لها يا جماعه قلت. ده مش كده بس كمان، ده انت الاريا بتاعت البويلر بتاعتك لما ايه، بص في جمله كده يا جماعه بيقول لك ايه، هيت لوسز تو انفايرمنت قلت، الحراره المفقوده للانفايرمنت قلت. ليه بقى؟ لان انت عارف بقى ان الهيت لوسز تو انفايرمنت اللي هي الكيو اللي هتفقد للهواء اللي حوالين البويلر ده بالكونفكشن اتش ايه دلتا تي، الاريا قلت، الاريا قلت، يبقى الكيو كونفكشن اللي هتفقد للاير هي كمان حصل لها ايه يا جماعه؟ قلت. يبقى انت كده البويلر دي زي الفل، خلاص يعني جبت اريا اقل وتسخين احسن، في مشكله كده؟ يبقى ده از هايلي ريكومندد. هتقول لي طب امال ايه مشكله الفلوس اللي هو قال لك عليها فوق دي؟ يعني انت بتقول لي ان ده بيكلف فلوس فعشان كده بيقول لك شوف تعمله ولا لا، ما انت اصل طالما هو كويس كده طب ما ليه بيقول لي انت هتعمله ولا لا؟ طب ما انا اكيد هعمله يعني. ليه بقى؟ اللي قال لي ما انت خلي بالك عشان تعمل رفنس في السيرفس دي مش رخيصه، بتبقى غالي، وطبعا مش اي مش اعتباطا كده مش اي رفنس وخلاص يعني. خلاص؟ فانت بيبقى ليه ديزاين معين بيكلف كتير، فانت هتعمل ايه؟ والله هتشوف تكلفه الديزاين بتاعك ده، خلاص، او تكلفه اللي انت تعمل رفننج للسيرفس بتاعك، والتكلفه اللي هتعود عليك، يعني انت هتشوف مثلا تكلفه الرفننج كام، ولو عملت رفننج تكاليف التوفير كام، تكاليف التوفير في الاريا بتاعت البويلر، في الهيت ترانسفير لوسز، في ريت اوف هيت ترانسفير اللي زاد عندك، الكلام ده كله هتوزنها انت بقى اللي هو بنسميه اوبتمايزيشن. والله لو عمليه اللي هو الكوست اللي انت هتتكلفها دي اللي هو بتاعت الرافنج اقل بكتير من الفوائد اللي هتجيلك بعد كده، خلاص اعمل رافنج. لقيت ان الكوست بتاعت الرافنج هتبقى غاليه قوي ومش مستاهله يعني شويه الزياده اللي عملتهم في الهيت ترانسفير والديجري اوف ميكسنج والفلور سبيس لو فريت والكلام ده كله، يبقى بلاش منه خالص. في مشكله كده؟ ده كده اللي انا قايله لك هنا، بس انا اختصرته في ايه، في شكل اسهم يعني. خلاص كده يا جماعه، دي كده المفروض المحاضره بتاعت النهارده. في بس قبل ما انسى، عشان ايه لو حد شاف الصفحات دي، حد صفحه 15 صفحه 16 في اكزامبل كده بشوفوه، يعني ده على هيت اكستشينجر، شوفوه كده وشوفوا الفكره بتاعته، انا طبعا هقوله لكم يعني. خلاص ده الاكزامبل، يعني ده اللي معانا، يعني ده كده كيو 1 اللي معانا بس يا جماعه، كيو 2 مش معانا، يعني كيو 2 ده مش معانا، يعني مش هندي احنا حته الايه الستاجر دول الاين دول الكلام ده، خلاص اللي هي تيوب بانكس يعني. يبقى اللي معانا كيو 1 بس. خلاص يبقى اللي معانا هنا في صفحه كام دي، صفحه 16 دي كده، اللي معانا يا جماعه كيو 1 بس، وانا حلله لك اهو. كيو 2 مش معانا، خلاص يبقى دي ده حل اللي هو كيو 1 السؤال الاولاني. خلاص دي مش معانا، سوري، ده تكملة الحل، ده تكملة حل كيو 1، كيو 2 ده هو اللي مش معانا يا جماعة. خلاص؟ ده كده المحاضرة بتاعت النهاردة إن شاء الله بإذن الله، والمرة الجاية بإذن الله تعالى نعيش وكان لينا عمر الاثنين الجاي بإذن الله، أبقى أشرح لحضراتكم إيه الترانزيانت هيت كوندكشن. بالتوفيق إن شاء الله يا جماعة، ومرة تانية رمضان كريم عليكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. ولو في حد عايز أي حاجة في أي وقت لا يتردد إن هو يكلمني، اتصل في اي وقت لو في حد محتاج اي حاجه ان شاء الله يعني، او احنا مع بعض على الجوجل كلاس روم، على الفيسبوك، على الاتصال، زي ما حضراتكم حابين يعني. بالتوفيق يا جماعه، مع الف سلامه.